مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، مشرفيني دايما ومنوريني في قناتكم قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. ببارك لكم تاني وللمره المليون على ماتش امبارح، الماتش اللي كلنا بنستناه، والاهلي فرحنا كالعاده وكان عند حسن ظن الجميع، وفوز ولا اروع من كده، الثلاثيه نظيفه اكد عليها النادي الاهلي ان شاء الله ان هو راجع بقوه للساحره الافريقيه. عايز ابدا معاكم بصراحه بحاجه اسعدتنا احنا كجماهير اهلاويه واسعدت الكل في الرياضه المصريه والرياضه العربيه كمان، المحبين بجد وليسوا عشاق الفتن وعشاق الصيد في الماء العكر. السيد ترك آل شيخ او معالي المستشار ترك آل شيخ امبارح ظهر في احد القنوات الفضائيه بصراحه اكد على حبه للنادي الاهلي واكد على حبه للاداره ودعمه للنادي الاهلي وحبه الاداره وحبه للجماهير، وبصراحه كانت مبادره أسعدت قلوبنا إحنا كمشجعين ومحبين للرياضة المصرية والرياضة العربية عموما. السيد ترك آل شيخ بهذه المبادرة الرائعة بصراحة من وجهة نظر أنا قفل كل بيبان الفتنة وفتح باب حلو قوي، فتح باب التصالح للرياضة المصرية والرياضة العربية، عشان كده كانت مبادرة أسعدتنا جميعا. النادي الأهلي كالعادة بصراحة النادي الأهلي دايما رائد ودايما سباق ودايما قلبه مفتوح وإيده مفتوحة للجميع، خصوصا كمان لما يكونوا مسؤولين كبار. النادي الاهلي قابل هذه المبادره ببيان كالتالي: النادي الاهلي يسمن مبادره المستشار تركي آل شيخ ويطوي صفحه الخلافات تماما. اصدر مجلس اداره النادي الاهلي بيانا وجاء نصه كالتالي: تلقى النادي الاهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي وجمهوره ورئيسه. وفي هذا الإطار يود مجلس إدارة النادي الأهلي أن يوضح ما يلي: نمرة 1، النادي الأهلي يتحرك كعهده دائما في إطار مسؤولياته المجتمعية والوطنية، ويدرك تماما دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها. نمرة 2، يسمن مجلس إدارة النادي الأهلي المبادرة مبادرة السيد المستشار تركي آل شيخ في غلق صفحة الخلافات التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوي القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيا والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي. 3، يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل شيخ وشركاء المستثمرين في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية. ده كان بيان النادي الأهلي اللي طلع بعد مبادرة تركي آل شيخ، السيد تركي آل شيخ اللي أكد فيها على حبه مرة تانية للنادي الأهلي ورئيسه وجماهيره واحترامه للجميع. مش عايز أعلق كتير، لكن بصراحة دي قيم وأخلاق النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم، النادي الأهلي دايما فاتح إيديه للجميع، وشفنا الكابتن محمود الخطيب في كلمته الأخيرة طلع وقال نفس الكلام، وزي ما يكون شايف اللي هيحصل بعد كده. أعتقد أن بهذا أو بهذه المبادرة من أطراف أو الطرفين نهوا كل أو قفلوا كل بيبان الفتنة اللي كانت حصلت وحصلت قبل كده، ولسه كمان الإيدين ممدودة بالتخريب بصراحة. فأتمنى أن الدنيا ترجع، وكل ده في مصلحة الرياضة العربية والمصرية بصفة خاصة. تعالوا نروح لأخبارنا قبل ما ندخل في جو الأهلي في كل مكان. الأهلي يرفض المشاركة في البطولة أو بطولة كأس العالم لكرة اليد في قطر. الأهلي يرفض المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في قطر، ودي تبع أكيد يعني في ظل السياسة المصرية بصفة عامة. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في قطر خلال أكتوبر المقبل، وذلك التزاما بالسياسة العامة للبلاد. جاء هذا القرار ردا على الخطاب الذي تلقته إدارة النادي قبل يومين من الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي رشح فيه الأهلي المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد والمقامة أو التي ستقام بقطر. وقام رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بعرض الأمر على مجلس إدارة النادي، والذي رفض ما جاء في الخطاب وقرر إرسال اعتذار مكتوب للاتحاد المصري لكرة اليد متضمنا القرار المشار إليه.
ملخص الخبر، الأهلي يرفض المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في قطر، وذلك التزاما بالسياسة العامة للبلاد. نروح لخبر تاني. خالد الدرندلي يبحث ترتيبات رحلة الأهلي لبتسوانا. خالد الدرندلي يجري اتصالات في بتسوانا. خالد الدرندلي اكيد حضراتكم عارفين امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في بتسوانا. ان شاء الله مباراه مهمه جدا هنتكلم برضو عنها بالتفصيل مع ضيوفنا وهتكلم معاكم فيها. اجرى اتصالات مع الكابتن سمير عدلي دينامو النادي الاهلي، دايما بقول عليه دينامو لانه فعلا ما شاء الله حاجه جميله جدا، للترتيب لرحله المارد الاحمر لمواجهه فريق تاونشيب البتسواني في دوري ابطال افريقيا. لعبنا مباراة مش عايز اقول شوطين، احنا خلاص خلصنا ثلاث نقاط، عايزين ثلاث نقاط مهمة جدا جدا. يلعب الاهلي مع تاونشيب يوم 28 من يوليو الجاري ببتسوانا في الجولة الرابعة لدوري المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، علما بان المارد الاحمر قد فاز، الخبر اللي حضراتكم عارفينه طبعا، 3-0 امبارح. يبحث امين صندوق الاهلي مع المدير الاداري ترتيبات الرحله، حيث تقرر ان يسافر الفريق الى بتسوانا فجر يوم 24 يوليو الجاري، فيما يسبق سمير عدلي البعثه ب 48 ساعه لانهاء عده امور خاصه بالاقامه وملاعب التدريب والتنقلات الى اخره. يتطلع خالد الدرندلي لانهاء كافه الترتيبات، خاصه ان بتسوانا ليس لها تمثيل او ليس بها تمثيل دبلوماسي حتى تكون الامور مهيئه امام المارد الاحمر لتحقيق نتيجه جديده في المباراه المقبله لاستكمال المشوار نحو التتويج ببطوله افريقيا. قلت لكم امبارح ان دي التجربه رقم 34 في لقاءات النادي الاهلي بالانديه الافريقيه او بالدول الافريقيه. ده كان خبر معانا تاني. والاهلي بكره ان شاء الله وديا مع الجونه استعدادا لمواجهه تاونشيب في بتسوانا. محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره قال ان في بكره مباراه وديه بعد قرار باتريس كارتيرون ان شاء الله مساء هتكون ضد نادي الجونه. نادي الجونه وافد جديد، هو مش جديد يعني، وافد السنه دي على الدوري المصري، اكيد فريق برضو بيضم نجوم كبيره وهيبقى مباراه مميزه للنادي الاهلي استعدادا لمواجهه تاونشيب البتسواني. عايز اتكلم معاكم على مباراه امبارح. مباراه امبارح كنا زي ما قلت لحضراتكم مستنيينها كلنا كجمهور اهلي. النهارده انا قلت لحضراتكم قبل كده برضو ان انا متابع قوي للسوشيال ميديا، متابع جيد للسوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا بتمثل كمان حاجه كبيره جدا للرياضه وكل مناحي الحياه بصراحه، فليها نبض وليها احساس. دخلت امبارح بشوف ردود الافعال والنهارده كمان، فلقيت صفحات منزله اعتذار ان احنا كنا في اوقات يعني قلقانين شويه من الاداره والكلام ده، واعتذار واحنا اسفين والكلام ده كله، حاجه جميله فعلا. لكن اللي انا بستغرب له الكابتن محمود الخطيب حاجه قيمه كبيره جدا، بعيد حتى عن الاداره الاهلاويه، هو عاشق من عشاق النادي الاهلي، فانتوا ازاي قلقانين او كنتوا قلقانين؟ الكابتن محمود الخطيب بصرف النظر عن امبارح، خلينا نقول ان امبارح الماتش كان فيه لا قدر الله تعادل او خساره، كانت الدنيا اتقلبت. انتوا عايزين الاهلي بشكل، الشكل ده هو اللي بيدور عليه مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكيد حضراتكم شايفين وبتشوفوا كل يوم، أنا قلت لكم قبل كده وإحنا سايبين إيدينا ربنا قبل أي حد هيقول لكم يعني إيه النادي الأهلي، ويعني إيه الناس بتخاف على اسم النادي الأهلي، وقد إيه الناس عايزة تقول للجماهير إحنا جايين عشان حاجة معينة وهي الأهلي، الأهلي بس، لكن بطولات إحنا شبعنا قبل كده بطولات كتير جدا، مش معنى كده أنا بأكد بقول كلامي تاني وبعيده، مش معنى كده إن إحنا بنسيب بطولات، أنتوا شايفين إحنا بنموت على أي بطولة وإن شاء الله ناخد أي بطولة، لكن البطولات مش هي الهدف، اسم الأهلي هو الهدف. وانا باكد عليكم تاني، اسم الاهلي هو اللي خرجنا وهو اللي كل واحد عمل موقف علشان يقول كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مش عايز كل شويه اقعد افكركم، فاوعوا تقلقوا ان في واحد ماسك الاهلي عاشق ويعني اتمرمط في تراب النادي. ما انا كنت عايز اجيب لفظ يعني احسن من كده، لكن فعلا الكابتن محمود الخطيب اتمرمط في تراب النادي الاهلي، والناس اللي معايا في مجلس الاداره كلهم عشاق من النادي الاهلي وكلهم اتمرمطوا في تراب النادي الاهلي، فاكيد هم دول هيبقوا اكتر ناس خايفين على مصلحه النادي الاهلي، واكتر ناس عارفين يعني ايه اسم النادي الاهلي، واكتر ناس عارفين جمهور النادي الاهلي عايز النادي الاهلي ازاي. عشان كده بتشوفوا الشكل، وبتشوفوا الشكل الحضاري كمان للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته في التعامل مع الامور ايا كانت، بعيد عن اي حاجه ايا كانت.
وشفتوا الكابتن محمود خطيب لما طلع واتكلم، وكان كلامه واضح جدا وسهل جدا وبسيط جدا والسطور قليله جدا، لكن بتحمل في معانيها كلام كبير قوي. ان النادي الاهلي عمره ما كان نادي الاهلي بيمثل مصر بس، النادي الاهلي عمره ما كان بينظر لمصلحته الشخصيه بس، النادي الاهلي دايما بينظر للمصلحه العامه والمصلحه العربيه والجماهير العربيه والاحترام العام قبل الاحترام للاشخاص. عشان كده اعتقد ان الكلمه اثرت، واثرت في ناس كتير جدا. اعتقد ان في ناس فعلا ايا كان، مش عايز اقول اسماء، ايا كان، عرفوا قيمه الكابتن محمود الخطيب، وعرفوا قيمه النادي الاهلي، وعرفوا النادي الاهلي عمره ما كان بيسعى للمشاكل ولا اختلاق المشاكل ابدا ابدا. واي حد بيقول النادي الاهلي اهلا بيك، النادي الاهلي بيقول له اهلا واهلا واهلا واهلا. ايا كان، ايا كان كلامي في العموم والله مش لاي حد. فاوعوا تقلقوا، اوعوا تقلقوا عن مكان ماسكه واحد بيحبه وبيعشقه. عايزين نقفل القصه دي تماما، فمش عايزين بعد كده لا قدر الله احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. احنا بنحاول نعمل فريق قوي جدا، جبنا مدرب متميز جدا، مش هقول بقى ان هو احسن مدرب من ماتش امبارح، ولا احسن لعيبه، ولا احسن مساك كوليبالي، ولا مش عارف مين، لكن كفكر وكتعامل في اول حاجه ليه هو بيبشر بالخير. بيقول لك انا بعرف اغير، انا بعرف اكوتش، بعرف قلبي جامد، عارف انا بعمل ايه، ما عنديش اسماء. ما احنا كنا في قناع عمل كده قعده، مش عارف مين عمل كده، مع السلامه. وليد ازارو مش عارف عمل ايه، وليد ازارو ازارو امبارح كان حاجه قمه في الابداع، كان ممكن يطلع بهاتريك على امبارح، لقى في عرض قال له معلش انا عايز اركز مع اللعيبه اللي هي معايا. فالراجل بيتعامل بقمه الاحترافيه. مش معنى كده برضو ان احنا باصين لنتائج بس. النادي الاهلي بيقول دايما انا الاهلي، السنه اللي فاتت كنا بناخد بطولات ومش عارف ايه، لكن احنا مش عايز اتكلم في اللي فات. ما تخافوش مره ثانيه ومره مليون، ده محمود الخطيب. تعالوا نروح لحسام عاشور، كان خد خبطه جامده جدا امبارح، وكان معايا كابتن سمير عثمان، وكلمته ازاي ما ياخدش طرد في مدافع تاون شيب البتسواني. كان المفروض ياخد طرد، فقال لي ان هي يعني اداله الكارت اصفر وكان ممكن ياخد طرد، لكن خبطه قويه جدا، خبطه بتعمد. عشان كده حسام عاشور هيعمل فحص طبي بعد الاصابه امام تاون شيب. حسام عاشور قائد الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي هيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران مجموعه اللاعبين الذين شاركوا في مباراه تاون شيب المقرر له في الواحده ظهر الخميس، اللي هم اللعيبه اللي مش هتلعب مباراه الجونه. زي ما قلت لحضراتكم، نتعرض لكدمه في الركبه، كانت خبطه قويه فعلا، وخبطه يعني مش عارف الراجل كان بيفكر ازاي قبل ما يضربه، مش عارف الحكم اكتفى بالانذار ليه. لكن في العموم حسام عاشور لعيب راجل جدا، لعيب في المكان برضه والزمان، لعيب على قديمه على قديمه. والكابتن كالترون باتريس كالترون بيمنح اللاعبين راحه سلبيه اليوم ويستأنفوا مران الغد باذن الله. اللعيبه هتستأنف مران، اللعيبه اللي هي شاركت في المباراه يلعبوا هيستأنفوا المران بتاعهم عادي جدا، واللعيبه اللي ما شاركتش واللي عايز يشوفها في مباراه الجونه ان شاء الله هياخدوا هذه المباراه. مباراه زي ما قلت لحضراتكم مباراه قويه، هيطلع برضه منها باهداف، ولسه الراجل بيقول برضه بسم الله الرحمن الرحيم، فتره مش كفايه ان هو يحط ايده، لكن بصراحه حط ايده على مواضع قوه كبيره جدا ومواضع ضعف كبيره جدا. وكل يوم النادي الاهلي ان شاء الله يتطور، وكل يوم ان شاء الله نلاقي صفقات يدعم بيها النادي الاهلي، خصوصا في صانع الالعاب ومركز الديفندر، محتاجين كمان ديفندر مع الرجاله الموجوده كلهم قد المسؤوليه. وكالدرو فعلا مش بعيد على الدوري المصري، عشان كده حافظ لعيبه الاهلي حافظهم كويس قوي كمان، واكيد كان بيذاكروا موقف دجله، عارف مميزات كل واحد وعارف خطوره كل واحد، ويتمنى كان مين يبقى معاه ويتمنى كان مين يلعب عليه، فاكيد الراجل حافظ الاهلي من كده. وقلت لحضراتكم الاهلي بيطير لبتسوانا يوم 24 يوليو في مواجهه تاون شيب البتسواني، مواجهه كل المواجهات بصراحه خلاص احنا صعبناها قبل كده، لكن ان شاء الله تكون سهله على النادي الاهلي. واعتقد ان 3-0 امبارح هتدينا دافع كبير قوي ان احنا نعمل مباراه جيده هناك. لكن مع احترامي طبعا لكل الاراء، الفريق البتسواني يا جماعه فريق مش اللي هو يعني نروح نكسبه، لا، الفريق كان بيلعب كوره، احرزنا هدف متاخر، يعني كان في صعوبه شويه في بدايه المباراه، الفريق بيمسك كوره كويس، عنده خط نص بيمسك كوره، عنده لعيبه في الهجوم بيعرفوا يعملوا اختراقات في العمق، عندهم شفتوا التسديدات، عندهم جراه على التسديد. فريق مش هنقول احنا رايحين نكسبه، فريق لا يستهان به، لازم برضه نكون مركزين وناخد 3-0 دي دفعه قويه جدا للعوده بالثلاث
نقاط. مفاجآت كتيرة بتحصل، لكن إن شاء الله نكون بعيد عن المفاجآت. نروح لخبر بعيد شوية عن الكورة. لجنة المرأة تنظم ندوة في فرع مدينة نصر. تنظم لجنة المرأة بالنادي الأهلي برئاسة عزة زيان الجمعة إن شاء الله ندوة بعنوان حقق أهدافك واستمتع بحياتك. دي ندوة بتنظمها لجنة المرأة لتسليط الضوء على الأهداف المستقبلية التي يجب أن يضعها الفرد وفقا لقدراته لتحقيقها والاستمتاع بحياته. بصراحه لجان النادي الاهلي شغاله وكلها شغاله، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الكابتن محمود الخطيب اجتمع باللجان وطالبهم ان هم او طالب منهم ان هم كل شهر يدوه زي احتياجاتهم، وصلوا لفين، النقاط الرئيسيه اللي عايزين يعملوها، اهدافهم، يعني بيتابعوا حاط ايده في كل حاجه. عشان كده اللجان كلها شغاله وندوات من كل اللجان بصراحه شغاله وحاجه جميله جدا. الندوه بتقام ان شاء الله أو هتقام في تمام الساعة 8:00 مساء في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. يشارك خلالها عماد طلعت خبير التنمية والتطوير بالفيدرالية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة. وتبذل لجنة المرأة بالنادي مجهودات كبرى زي ما بقول لحضراتكم من خلال إقامة العديد من الندوات وفقا لبرنامج عائلة الأهلي. أيضا الأهلي بينظم ندوة لذوي الاحتياجات الخاصة. تنظم لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وهي إحدى لجان النادي الأهلي برئاسة دكتور محمد فتحي عبد الرحمن ندوة بعنوان نحو حياة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، مفاهيم دمج تدعيم. دي ثلاث حاجات تحت العنوان الرئيسي مفاهيم ودمج وتدعيم. أيضا بتقام الندوة في 8:00 مساء يوم السبت بقاعة راتب مقر النادي بالجزيرة، ويحضر فيها الدكتور أو يحاضر آسف فيها الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي للأعاقة. الأندية الأخرى نروح نشوف برضو الإسماعيلي بيطير إلى سلطنة عمان يوم الجمعة القادم بإذن الله. كل التمنيات لكل الأندية المصرية، الأندية العربية في التقدم، عايزين نوصل بالكرة العربية بتاعتنا والكرة المصرية، الكرة في كل مكان بيمثل الشعب العربي عموما للمستوى العالمي، المستوى المبهر اللي احنا بنشوفه في كأس العالم واللي احنا شفناه في كأس العالم. الأندية الأوروبية، الدوري الأسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الإنجليزي، بنقول الدوري الالماني، بنقول يا رب نشوف دوريات عندنا كده، دوريات عندنا فيها فلوس كتير قوي لكن ما فيهاش انتاج كتير قوي. اتمنى العكس، اتمنى العكس، او حتى يبقى الموضوع متوازن، او حتى زايد سنه مش زايد قوي، لكن احنا بصراحه رايحين في حاجه بعيده قوي عن الامكانيات الحقيقيه بتاعتنا او الشكل العام بتاعنا. فاتمنى الموضوع يبقى فيه توازن او شبه توازن على الاقل. يغادر الفريق الاول لكره القدم بالنادي الإسماعيلي القاهرة متجها لسلطنة عمان بعد غد الجمعة استعدادا للمشاركة في دورة صلالة الودية الدولية خلال الفترة من 22 وحتى 26 يوليو الجاري. ويستهل الدراويش مشوارهم بمواجهة فريق الصفاقس التانوسي يوم الأحد المقبل على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة نظيره بلقاء الغراف القطري والنصر العماني على لقب الدورة. يعني أعتقد أنهم مباراتين. والمقرر أن ينهي الفريق اليوم معسكره المغلق الذي أقيم بالإسكندرية. الناس اللي اسمع لو احنا بنقول أخبار الإسماعيلي أهو، أو يعني بتقولوا مفيش حد بيقول أخبار الإسماعيلي، احنا في جوه الأهلي بنقول أخبار الإسماعيلي ومتابعينكم وعايزين الإسماعيلي كمان يرجع، عشان رجوع الإسماعيلي يبقى فيه متعة للكرة المصرية ويبقى فيه منافسة حقيقية مع الأندية الكبيرة. وأندرسون مدرب السويد معروض على اتحاد الكرة لتدريب المنتخب. أنا مش عايز ألخبطكم، يعني مش عايز الخبط الساده المشاهدين كل شويه، مش عارف مين، مش عارف مين بلجيكي، مش عارف مين يوناني، مش عارف مين الماني، لكن ماشي كلها اجتهادات وكلها عشان نوصل لحد يليق باسم الكره المصريه ويفهم يعني ايه كره مصريه، يفهم يعني ايه احتياجات الكره المصريه، يفهم يعني ايه الجماهير المصريه المحبه لكره القدم بغزاره وكثافه بصراحه. فلازم مدرب يعرف احتياجات الشعب المصري لفريقه اللي بيمثله في المناسبات العالميه والمحليه والافريقيه كمان. اتحاد الكرة تلقى السيرة الذاتية للمدرب السويدي يان أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد في بطولة كأس العالم الأخير ضمن المرشحين لتدريب الفراعنة خلفا الأرجنتيني هيكتور كوبر. كان نفسي أقرأ لكم بيان هيكتور كوبر بس أنا مش عارف هو طلعه فعلا ولا إيه. اتحاد الكرة قرر مؤخرا عدم تجديد عقد هيكتور كوبر، متأخر قوي بس ماشي الحمد لله، عقب الخروج المبكر من كأس العالم ليرحل الخواجة عن تدريب الفراعنة بعد فترة استمرت 3.5 سنوات كتير قوي عليه بس برضه ماشي. يبحث اتحاد الكرة عن مدرب أجنبي زي ما قلت لحضراتكم لخلافة الأرجنتيني بعدما تعثرت المفاوضات مع البرازيلي سكولاري والفرنسي هيرفي رينارد والكرواتي داليتش.
اسماء كبيره اعتقد ان هم تطلعاتهم مختلفه، يعني داليتش ورينارد اعتقد ان هم مدربين كبار تطلعاتهم اختلفت لاثبات ذاتهم، اثبتوا ذاتهم في القاره السمراء، عشان كده هيجي لهم اعتقد مناسبات احسن من المنتخب المصري، خصوصا احنا عايزين مدرب على قدنا، وده كويس. يعني ممكن الاقي مدرب عنده طموح لكن مش لاقي فرصه، غير ان انا اجيب اسم وما عندوش حاجه خالص. نروح لخبر تاني، الامن بيوافق على حضور 2000 مشجع في المباريات الجماهيريه. يعني شفنا الصوره امبارح ولا اروع، كان في ترتيبات امنيه حاسمه وصارمه وشديده جدا. طب ليه ما نعملش كده ونزود الجمهور؟ يعني هو ده بس اللي بتكلم فيه، يعني ليه ما نعملش كده ونزود؟ كان امبارح في تفتيش، كان في كل حاجه من الامن ماشي، مفيش مشكله خالص، والجماهير الاهلاويه تقبلت الكلام ده ودخلوا الاستاد عادي جدا، مع ان العدد كان قليل وفي ناس يعني كانوا عايزين يدخلوا. لكن حاجه جميله بصراحه، يعني انا عن نفسي يعني حاجه جميله ان يبقى في تشديد وفي كل حاجه. انا قلت قبل كده عشان نحمي المشاهدين نفسهم او المتفرجين نفسهم او الجمهور نفسه، لكن طالما احنا عندنا الاجراءات دي وطالما عندنا الحسم والصرامه دي وعندنا الالتزام الجماهيري اللي حضراتكم شفتوه امبارح، ليه بقى ما نزودش عدد الجماهير ونمشي بنفس النمط بتاعنا؟ مش عارف، يعني انا نفسي نعمل كده. 2000 مشجع في حضور المباريات الجماهيريه، يعني ايه مباريات جماهيريه؟ يعني اهلي اسماعيلي، اهلي زمالك، اهلي اتحاد، وطبعا زمالك اتحاد انا بتكلم على الانديه صاحب يعني صاحبه الجمهور، كل الانديه الجماهيريه بقى اللي عندها جمهور. 2000 قليل قوي بصراحه، يعني الامن يوافق على حضور 2000. احنا كده برضو في نفس السياق، انا بتمنى الكلام ده كله في الصالح العام والله، لما نشوف او لما الناس تشوف جمهورنا مالي المدرجات مع الحسم مع الحزم مع الصرامه اللي حضراتكم بتتابعوها. انا بتكلم مع في الامن، يعني الناس هتقول خلاص الدنيا رجعت ومفيش اي مشاكل والجماهير ملتزمه وزي الفل. وانا عارف ان انا لو خرجت عن السياق هيبقى في حساب وحساب عسير جدا، فاكيد هلتزم، اكيد اللي جنبي هيبقى مطمن، انا هسيب ولادي هسيب عيلتي. فيعني نفكر في الموضوع يا جماعه احسن من كده بصراحه. تلقى اتحاد الكره موافقه من الجهات الامنيه على حضور 2000 مشجع في مباريات الدوري والذي ينطلق يوم 31 يوليو الجاري. كشف مصدر اتحاد الكره ان الامن رحب بحضور 2000 مشجع لصاحب الارض في المباريات الجماهيريه مثل التي تجمع الاهلي والاسماعيلي والاهلي والزمالك، على ان يكتفي الفريق الضيف ب 2000 مشجع 200 مشجع اسف، يعني الفريق صاحب الارض 2000 مشجع والفريق الضيف 200 مشجع. وتابع عن المباريات التي تجمع الاهلي والزمالك مع الانديه الاخرى وغير الجماهيريه مثل انبي وبتروجيت والمقاصة سيرتفع العدد الى 5000 مشجع. ماشي. نروح لفريق بتروجيت بيتعاقد مع صانع العاب ايفواري. بتروجيت تعاقد مع الايفواري كوري في صفقه انتقال حر لتدعيم منطقه وسط الملعب بعد رحيل المغربي عمر النجدي لاتحاد طنجه. وشاهد طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت اللاعب خلال المباريات الوديه الاخيره للفريق والتي كان اخرها لقاء طلائع الجيش بالامس وفاز فيها الفريق البترولي بهدفين نظيفين، واثنى طارق يحيى على هذا اللاعب وطلب الاداره بالتعاقد معاه. كابتن طارق يحيى داخل بقوه وشكله كده يعني بيدعم وبيحفز لاعبته، قبل كده قلت لكم ان عنده شميل سبيكلي برضو اتكلم معاه ودعمه وقال لا انا هيقعد معايا بيكلي لاعب مهم جدا. شميل سبيكلي فعلا لعيب مهم جدا، زائد اللاعب ده بيقول عليه طارق يحيى ان هو مدرب ان هو لعيب كويس او لعيب مفيد جدا. هنشوف بتروجيت شكلها الجديد مع الدوري القادم. بتروجيت كانت فريق لا يستهان به في المواسم السابقه مع الكباتن بقى كابتن مختار كابتن الله يرحمه طه بصري، الكباتن اللي تولوا مسؤوليه بتروجيت، مش عايز انسى اسماء، لكن كان بعبع الانديه الكبيره كمان، فاعتقد ان هو عايز يرجع بيهم الكابتن طارق يحيى وحق مشروع طبعا. المدير الفني لبتروجيت اشار الى ان اللاعب جاء في صفقه انتقال حر بعد مشاهدته في الملعب، مؤكدا انه يجيد في مركزي صانع الالعاب والمهاجم وهو ما كان يتمناه في المحترف الرابع بعد رحيل عمر النجدي. في ظل برضو السياق ده في الوديات، طلائع الجيش يواجه طنطا وديا استعدادا لمواجهه نجوم المستقبل. الجهاز الفني لطلائع الجيش بقياده محمد حلمي استقر على مواجهه نظيره طنطا يوم 26 يوليو الجاري استعدادا للموسم الجديد.
يكثف الجهاز الإداري للطلائع الجيش مجهوداته للبحث عن ودية أخرى تقام في 23 يوليو الجاري. احنا بنحاول نجيب لكم كل الأخبار المتعلقة بالفرق وماتشاتها الودية واستعداداتها والنجوم اللي استقدمتها واللعيبة المحترفين اللي جابتهم، يعني بنحاول نلم كل الأخبار أو معظم الأخبار. طلائع لعب 5 مباريات بمعسكر الإسكندرية، فاز على شبرخيت طبعا مباراة أعتقد ضعيفة المستوى 3-0 لكن لازم يبدأ كده، ثم فاز على إيتاي البارود 5-0 ثم خسر من الإسماعيلي 2-1 ثم فاز على الرجاء 2-1 وأخيرا خسر من بتروجيت 2-0. يعني بيبقى فيه ترمومتر كده أو فيه زي مقياس كده بتطلع بالفريق بتاعك، بتطلع بتتدرج الماتشات من ماتشات ضعيفة في أقوى شوية في أقوى لغاية لما توصل لذروة الماتشات بتاعتك. لكن أنا شايف إن هم لعبوا ماتشات مع فرق ضعيفة وفجأة راح طالع لاعب الإسماعيلي فنزل تاني للرجاء طلع تاني البتروجيت. اعتقد ان الكابتن محمد حلمي ادرى مننا طبعا بفرقته. كل التوفيق لكل الفرق المصريه، عايزين نشوف شكل جديد وعايزين نشوف فعلا منافسه حقيقيه. نروح لحرس الحدود، بيتعاقد مع طارق ابو العز لمده موسم. نجحت لجنه التعاقدات بنادي حرس الحدود في التعاقد مع طارق ابو العز ظهير ايسر مصر المقصه لمده موسم واحد على سبيل الاعاره، وحضر اللاعب اليوم إلى مقر النادي بصحبة وكيل أعماله، وقع العقود ليصبح لاعبا في الفريق العسكري. دي كانت أخبارنا مع حضراتكم الأخبار العامة. عايز أكد عليكم تاني، ما تخافوش وما تقلقوش على النادي الأهلي خالص، أنتوا كمان ورا النادي الأهلي وفي ظهره. وبأكد كمان على الكابتن محمود الخطيب على كلمته، بأكد على الكلمة بتاعته اللي نهى بيها الكلمة اللي كلنا كنا بنستناها، إن أنتوا حمى هذا النادي. طيب أطلع مع حضراتكم فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في استعراض الأخبار قبل ما نلتقي بضيوفنا الكرام. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا عايزكم تشاركونا في الحوار، لو تبعتوا اسئلتكم، لو قلقانين من ماتش امبارح، لو في تدعيمات عايزينها، لو في احد المراكز او احدى المراكز تتكلموا فيها ممكن تشاركونا. يعني خليكم دايما مشاركينا على صفحتنا، صفحه الاهلي او قناه الاهلي، هتلاقوا كل حاجه فيها. ابعتوا اسئله وانا هاخدها من الاعداد وممكن نرد على حضراتكم. خليكم مشاركينا في كل الاجواء، ممكن تتكلموا عن ماتش امبارح، سلبياته ايجابياته، باتريس كالترون، الشكل العام نادي الاهلي، نجوم نادي الاهلي، زي ما انتم عايزين اسالوا واحنا نرد على اسئلتكم ان شاء الله. تعالوا نروح للالعاب الاخرى في النادي الاهلي، الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه. والاهلي احنا قلنا خلاص بيرفض المشاركه، وكان اعتقد ان هي التزاما بالسياسه العامه للبلاد، قلنا الاهلي بيرفض المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد التي سوف تقام في قطر ان شاء الله. الخبر الثاني، طائره الاهلي سيدات تواصل الاستعداد للموسم الجديد. ما شاء الله، يعني الكابتن حمدي الصافي كان نجم كبير من نجوم النادي الاهلي، وما شاء الله حاصد كل البطولات العام الماضي. مش عايز احسده. تعالوا الاول نرحب بالكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول سيدات للكره الطائره. كابتن حمدي اهلا وسهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن ميدو، اخبارك ايه؟ بخاف احسدك والله، فدايما ماسك الخشب ما تخافش. الله يخليك حبيبي يا كابتن ميدو حبيبي. كل سنه حضرتك طيب يا كابتن. وانت طيب يا كابتن. طمنا عليك بقى وعلى فريقك اللي ما شاء الله رافع راسنا على طول. والله الحمد لله، احنا ابتدينا فتره الاعداد من اسبوعين، والحمد لله يعني طبعا في الفتره الاولانيه دي شغالين شغل اللياقه البدنيه وتجهيز اللعيبه طبعا للموسم الجديد. استعاده الشفاء من الموسم الشاق اللي هو الماضي، وبالاضافه طبعا لتجهيز اللاعبات اللي هم كان عندهم اصابات في اخر السيزون وكده. يعني فتره تجهيز لبدايه الشغل الجامد الفتره الجايه ان شاء الله. يعني يا كابتن حضرتك حصدت ما شاء الله الرباعيه العام الماضي. الحمد لله. دي بتديك حافز؟ ودايما بسالك السؤال ده يا كابتن لان انا بحب اعرف المدرب الناجح واللي معاه فرقه ما شاء الله بتنافس على كل حاجه وبتاخد كل حاجه ما شاء الله، بيجيب لهم الدوافع ازاي تاني؟ واحنا اتكلمنا قبل كده انا وحضرتك، قلت لي كفايه اسم الاهلي، لكن اكيد بتلاقي دوافع تانيه تديها للاعيباتك عشان
يواصلوا هذا الانتصار وتحقيق النتائج المبهرة بصراحة وحصد كل البطولات؟ والله كابتن ميدو، اهم حاجة اللي احنا بنحاول نعمله دايما للعيبة ان احنا نجد لهم حوافز جديدة. حتة المنافسة بين اللاعبات ديت، لازم عملية المنافسة في كل مركز من اللاعبات دي بتساعد جدا الارتقاء بمستوى المجموعة ككل. كل ده احنا شغالين عليه الفترة ديت، بحيث ان شاء الله باذن الله في الفترة الجاية بيبقى عندنا اكثر من لاعبة مميزة في كل مركز، ونقدر لان احنا هيبقى في عندنا مشاركات كتيرة السنة الجاية. اكيد اكيد. يعني كابتن، حد مشي من عندك، جبت حد جديد، كلمني برضو عن تدعيمات ولو في حد لاعيبه رحلت او حاجه. والله احنا السنه دي عملنا صفقتين، سراء امين لاعيبه نادي الشمس، ودعاء محمد لاعيبه نادي الزمالك، من العناصر المميزه طبعا، بالاضافه ان احنا الحمد لله جددنا لكل نجوم الفريق بتاعنا، فريق كامل نجوم بتوعه جددوا السنه دي الحمد لله. فالحمد لله يعني عندنا عناصر تدعيم كويسه، وعندنا العناصر النجوم بتوعنا موجودين، بالاضافه ان شاء الله باذن الله يعني نشوف محترفه الفتره الجايه. هندرس طبعا التعاقد مع اللاعيبه اللي كانت معانا السنه اللي فاتت الاوكرانيه، كانت ادت اداء عالي جدا، ونشوف ان شاء الله ناخد موافقه مجلس الاداره على التدعيم بيها باذن الله. انا كنت اسال حضرتك، انت حاطط عينك على حد معين، انت قلت لي اللاعيبه الاوكرانيه. هي الحقيقه ادت معانا موسم قوي جدا الموسم اللي فات، وادت كل البطولات بمستوى عالي، فان شاء الله غالبا بنسبه 90% هتبقى موجوده معانا. على ما اعتقد يا كابتن كانت كاترين، مش كده؟ لما كنا احنا انا مستضيفكم كان ليا حسن الحظ ان انا استضيفكم في بالظبط. وفاكر انا سالتك سؤال سالتك سؤال، قلت لك ليه بتمضي سنه ما بتمضيش سنتين؟ شفت بقى. ما هو احنا بنمضي سنه، زي انا رديت عليك وقلت لك ساعتها احنا ما بنبقاش ضامنين النجاح الكبير بالظبط بالظبط، عشان كده بنشوف لو نجحت التجربه وادى اداء عالي بنجدد له ثاني سنه. يعني هو عاده اللعيب لما بيجي بيندمج في المجموعه وبيشوف النادي الاهلي بامكانياته بجماهيره ببطولاته، بيحب هو من نفسه يجدد. يعني هو مين اللي بيطلب يا كابتن السنه، حضرتك ولا اللعيبه؟ لا احنا بنقدم موسم للاعب، موسم بكل حاجه، بحافظه براتب بكل حاجه، وبنبقى كاتبين ان احنا لو حبينا نجدد نجدد بعد كده. يعني النادي هو اللي بيحط شرط ان يبقى سنه او سنتين؟ تمام. يعني قصدي ان ليه، انا بتكلم من الطرفين، يعني انا في الكوره مثلا في نادي يقول لي مثلا تعالى امضي لي سنتين، اقول له انا عايز امضي سنه، وفي ناس نادي يقول لي امضي سنه، اقول له انا عايز امضي سنتين. تمام. فليه النادي دايما بيبقى عايز اللعيب سنتين ثلاثة؟ انا بتكلم في الكوره، ما اعرفش ده في الطايره ولا لا. لا هو بحيث في الالعاب الثانيه غالبا بيبقى موسم، يعني موسم، لان احنا ممكن ما نضمنش الظروف ايه، ما نضمنش احنا السنه الجايه مشاركاتنا ايه، او احنا هل هنحتاج لعيب اجنبي ولا لا. فدي في الالعاب الثانيه غالبا بيبقى موسم، كل موسم بيبقى التعاقد بموسم. شايف شكل هنتكلم على الدوري على الاقل يا كابتن حمدي، شكل الدوري العام القادم ان شاء الله شكله هيبقى عامل ازاي في ظل التدعيمات اللي بتدعمها معظم الانديه؟ لا طبعا كل الناس شغاله تدعيم، الفرق المنافسه الشمس والزمالك شغالين، وسبورتنج برضه شغال كويس قوي، سموحه ابتدى يشتغل كويس، فلا هيبقى في منافسه من اكثر من نادي، وده على المستوى المحلي. احنا طبعا دايما بنشتغل شغلنا ان احنا ما بنبصش للمحلي، بنشتغل أكيد. بنبص على الابعد اكيد، بنبقى كل شغلنا بيبقى تخطيط للابعد يعني، وفي السكه المحلي بيجي يعني فاهمني. فاحنا لما بنشتغل شغل على المرحله الابعد بيبقى بتضمنها المرحله المحليه، بس دي يعني الاهم احنا بنبص على البطولات الاقوى الافريقيه والعربيه وكده. اكيد اكيد يا كابتن. يعني كابتن حمدي صافي، اكيد وانت بتحط السياسه العامه بتاعتك بتاعه السنه او الشكل التدريبي او فتره الاعداد ايا كان المسمى بيكون ايه، اكيد بتبقى حاطط في دماغك نادي معين هيضايقني شويه في البطوله المحليه، نادي شويه هيضايقني شويه في البطوله الافريقيه، اي النوادي اللي بتبقى مقلقه للكابتن حمدي الصافي؟ والله بص احنا على المستوى المحلي قلنا طبعا الزمالك موجود وسبورتنج والشمس، على المستوى الافريقي طبعا معروف فرق تونس وفرق كينيا، هيبقى في منافسه جديده السنه دي، خاصة احنا اخذنا منهم كل البطولات السنة اللي فاتت سواء العربية او الافريقية. بالظبط ما شاء الله. اعتقد هم هيبقوا في فتم استعداداتهم السنة دي، وهيدعموا كويس جدا سواء بمحترفين او بلاعيبة،
فيعني لازم هنبقى محتاجه مننا مجهود مضاعف عشان نحافظ على البطولات بتاعتنا. يعني ربنا معاك كابتن. حضرتك طلعت معسكرات خارجيه ولا حاطط في فتره العياده بتاعتك معسكرات خارجيه ولا لاغي الموضوع ده من دماغك؟ لا احنا السنه اللي فاتت عملنا معسكر، الحقيقه النادي وفر لنا معسكر كان قوي جدا في سلوفينيا، كان قبل بطوله افريقيا، فغالبا يعني ان شاء الله باذن الله ممكن قبل برضه البطوله الافريقيه، لان هي بتعتبر من اقوى البطولات دي، ممكن يبقى في معسكر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. في مباريات وديه يا كابتن في فرق في دماغك هتلاعبها معينه وبتبقى احتكاك محلي ولا احتكاك ممكن فرقه من بره تجيلك؟ يعني فهمني برضه عشان الناس تبقى داخله معانا في السوق. في بدايه فتره الاعداد احنا طبعا اللعيبه لسه ما دخلتش فورمه وبنجهزها وكده، فبنحب نلعب ماتشات متوسطه المستوى عشان كمان كل لعيبه تشارك، وبنوزع في الماتشات بنلعب ماتشات من 5 اشواط، بنشارك كل اللعيبه في الفتره الاولانيه، بنبتدي نتدرب بعد كده ماتشات اقوى شويه مع الانديه اللي هي هتنافسنا محلي، ولو في انديه عربيه او انديه جايه من اي بلد عربي او افريقي جايه تعسكر في مصر بنلعبها برضه، نستغل الفرصه واللعب. يعني يا كابتن انا عارف ان طموحات حضرتك لا تتوقف ومالكش سقف طموح، لكن برضه قول لي طموحاتك المرحله المقبله شكلها ايه؟ والله انا نفسي طبعا انا وفرقتي ان احنا نحافظ على البطولات اللي حققناها السنه دي، خاصه ان الاتحاد الافريقي زود كمان السنه دي بطوله السوبر. بالظبط. بطوله قويه برضو ممكن تنضاف للنادي الاهلي، وربنا كرمنا بقى وسمحوا لنا بعد كده مشاركه في بطوله العالم للانديه تبقى حاجه مميزه لينا يعني يا كابتن اتمنى لك كل التوفيق، انت عارف ان احنا محبين جدا ليك شخصيا، اتمنى لك كل التوفيق مع فريقك الفريق نادي الاهلي سيدات للكرة الطائرة، كل توفيق ليك ولفريقك بإذن الله في الفترة المقبلة. طيب نروح لخبر تاني، مشاركة 4 لاعبات من الأهلي في بطولة العالم للسباحة التوقيعية. توجهنا مريم طارق وملك إياد ومريم جمال وفرح الأنصاري رباعي فريق السباحة التوقيعية تحت 18 سنة بالنادي الأهلي مع المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العالم والتي ستقام خلال شهر يوليو الجاري. يأمل رباعي النادي في العودة بميدالية عالمية بعد تألقهن في المستوى على المستوى المحلي والقاري. يعني الألعاب دي احنا للأسف احنا مش متابعينها احنا كمان كجمهور، لكن احنا بنحاول نجيب لكم كل ما هو صغير وكبير في النادي الأهلي بصراحة، وكمان حاجة جميلة جدا ان في 4 لاعبات اهو رايحين المجر مع المنتخب الوطني وبيأملوا فيها العودة بميدالية على المستوى المحلي والقاري. ده الخبر. واستعد منتخب السباحة التوقيعية كابتن طارق الصغير. كابتن طارق أهلا بيك كابتن. أهلا وسهلا بيك كابتن ميدو، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب ربنا يخليك. يعني ما شاء الله احنا عمالين نتكلم ولسه بقول ان احنا مش مدين الألعاب دي حقها، بس احنا بنحاول اهو، يعني بنحاول. لا هو الحمد لله النادي الاهلي دائما ابدا وقناه النادي الاهلي يعني مشجعانا جدا ومشجعه الالعاب الصغيره في النادي، واحنا بنشكركم على ده اهتمامكم بينا طبعا. لا ان شاء الله يكون في اهتمام اكبر كمان في الفتره اللي جايه يا كابتن طارق. ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله. يعني طمني بقى بشكل عام كده عن جهاز حضرتك. انا ماسك السباحه التوقيعيه والغطس. تمام. عندنا دلوقتي في بطوله العالم في المجر للناشئات تحت 18 سنه. منضم من عندنا 4 بنات، مريم جمال ومريم طارق وفرح الانصاري وملك اياد. يمكن كانت اول يوم البطوله النهارده، هتقام لمده 4 ايام. البطوله مش صغيره، بطوله كبيره طبعا، هناك بيشارك فيها من 40 ل 45 دوله. فبنتمنى طبعا ليهم التوفيق وبنتمنى المنتخب التوفيق، هي هم والبنات اللي طالعين معاهم. وان شاء الله لما هيرجعوا احنا بنعمل معسكرات داخليه عندنا هنا. انا كنت لسه هسال حضرتك عن الاستعدادات. اتفضل. طبعا هنستعد لبطوله الجمهوريه اللي هتقام بعد شهر 1. عندنا بطوله الجمهوريه تحت 12 و15 و18 ودرجه اولى. وفي بطوله اسمها بطوله نرمين فاضل، نرمين فاضل تحت 8 و10 سنوات. فكل ده ان شاء الله بعد ما يرجعوا البنات، هو دلوقتي الاعمار الاخرى شغاله عندنا هنا داخليا، ولكن لما يرجعوا طبعا ال4 بنات دول هتبقى اضافه عندنا، ونبتدي نشتغل على المعسكرات الداخليه هنا، وان كان امكن في معسكرات خارجيه نطلع استعدادا للبطولات اللي هتقام في بطوله الجمهوريه. عندنا اختبارات منتخب عمومي في شهر 9 اللي جاي. ده برضو حاجه مهمه جدا بنستعد لها. فان شاء الله التوفيق كده ان شاء الله الفرق التوقيعيه ونقدر نشرف النادي الاهلي. اكيد ما انتم مشرفين النادي الاهلي فعلا. بالنسبه للغطس احنا طبعا عملنا طفره من حوالي شهرين. بطولات الغطس يمكن لعبه الغطس كانت لعبه شبه يعني
مش محققه نتائج كده، لكن قدرنا الحمد لله بقى لنا 3 4 سنين عاملين نتائج كويسه. استطعنا ان احنا نكسب بطوله كاس مصر في السيدات وناخد الدرع العام، ناخد الكاس العام بتاع البطوله. وان شاء الله السنه الجايه احنا بنسعى حاطين تارجت عندنا ان احنا عايزين ناخد الدرع العام في الغطس ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كل ده طبعا محتاج طبعا مجهود، محتاج تدعيم، اكيد مجهود مبذول من المدربين واللعيبه. فربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نشرف النادي الاهلي ونديله جزء بس من اللي له في رقبتنا. يعني انا قلت لحضرتك انتم مشرفينه بالفعل وان شاء الله تشرفوه اكتر واكتر كابتن طارق. يعني كلمني عن البطولات بتوع حضرتك، البطولات المميزات بيبقى ليهم اعداد خاص، ليهم رعايه خاصه، ليهم شكل خاص. بالنسبه للغطس طبعا في رعايه خاصه، دائما بنطلع منتخبات، بنطلع نسافر بره. السنه اللي فاتت سافرنا هولندا، كان في اعداد معسكر، وشاركنا في بطوله دوليه هناك وعملنا نتائج كويسه جدا، ورجعنا كانت نتيجه المعسكر ده ان احنا كسبنا كاس مصر درجه اولى، ودي بطوله غايبه بقى لها حوالي 20 سنه عن غير النادي الاهلي. بالنسبه للفرق السباحه التوقيعيه برضو طبعا عندي 18 سنه بنات في المنتخب، عندي 15 سنه بنات في المنتخب. سفرهم بره ده طبعا سواء كان بحر ابيض متوسط او كان بيشاركوا في بطوله العالم ده بيساعد، زائد ان احنا بنحاول نعمل لهم معسكر خارجي دلوقتي. تمام، جميل قوي. ان ما امكنش هيبقى في معسكر داخلي. لكن ليهم استعداد خاصه، يعني انا فهمت من كلام حضرتك ان هم ليهم استعداد خاصه وليهم رعايه خاصه. طبعا لا، لعبتين مهمين جدا عندنا ومجلس الاداره مهتم بيهم جدا. فنتمنى التوفيق ان شاء الله ونقدر نعمل لهم حاجه كويسه. يعني كابتن طارق انا بشكرك جدا وكل التوفيق لحضرتك، كل تمنياتنا ان حضرتك تبقى موفق وتزيد النادي الاهلي شرفا باذن الله في كل البطولات القادمه. كابتن طارق الصغير مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، شكرا جدا لحضرتك. انا عايز ارجع تاني بصراحه لموضوع الجماهير يا جماعه. يعني انا كان نفسي يبقى فيه اكتر من كده، يعني كان نفسي يبقى فيه عدد اكتر من ال 2000 وال 200، وخصوصا احنا عمالين نقول الاهلي والجماهير والدعم وجماهير كابتن خطيب حتى في كلمته، وانا برجع لان الكلمه دي كانت مهمه جدا وفي كلام كبير قوي حتى وان كانت قليله في كلامها، لكن اتكلم للجماهير ان هم حمى النادي ودعم النادي وظهر النادي ودايما في ظهر النادي وقلب النص، ان في عز ما الناس بتسيبك الجماهير هي دايما في ظهرك ودعمك وعمرها ما تسيب النادي الاهلي. واتكلم كمان للجماهير الاهلاويه ازاي هم طبعا اكثر حرصا والتزاما، لكن بيذكرهم ان هم يبقوا شكل النادي الاهلي في تشجيعهم، شكل النادي الاهلي في صورتهم، شكل النادي الاهلي في الشكل العام اللي بيطلع بيه مجلس اداره النادي الاهلي ممثلا في كابتن محمود الخطيب. طيب انا معايا الحاج عامر حسين، ارحب بيه الاول ونتكلم في الموضوع. حاج عامر اهلا وسهلا بحضرتك يا حاج. اهلا وسهلا حضرتك يا كابتن حميد. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب بخير. يا رب تكون بخير دايما كده. الحمد لله تمام ربنا يكرمك. يا رب. انا عارف طبعا ان انت عليك مسؤوليات كبيره جدا خصوصا في الموسم المضغوط اللي جاي، الله يكون في عونك. لكن طبعا الموضوع صعب طبعا. انا عارف. صعب جدا. انا عارف. بقى لنا 5 مواسم صعبين الحقيقه. يعني يا حاج عامر معلش هسالك السؤال اللي بيطلبه كل الجماهير اللي هو ال 2000 مشجع، كنا بنطمع ان يكون اكتر من كده، ايه رايك؟ والله يا ريت يبقوا 2000 بس، احنا لغايه دلوقتي ما جبناش حاجه. ده كمان ما فيش حاجه مؤكده ب 2000 خالص. انا مستني اللي هو ثروت طبعا في قاعده مع وزاره الداخليه عشان نحدد الاعداد دي كلها، عشان نبقى نبعت الانديه، نبعت الانديه الجدول، ومستني الشروط بتاعت حضور الجمهور، مستنيهم التعليمات الامنيه لما تيجي عشان نرجعوا الانديه. يعني حضرتك لسه ما تلقتش اي موافقه من الجهات الامنيه زي مكتوب على المواقع بحضور 2000 مشجع؟ احنا لغايه دلوقتي ما جبتش حاجه رسميه بالنسبه للمسابقات. وايه هي المباريات وايه هي الملاعب اللي هنخش فيها، الحاجات دي كلها المفروض ان اللي هو ثروت هو المفروض بينسق مع الداخليه في الموضوع ده. انا بكلمك وشكلك مشغول. لا ابدا لا. انا عارف ان يومك مضغوط، انا عارف. لا لا يعني بحاول اطمن الناس من خلالك يا حاج عامر، يعني هينفع يبقى في عدد اكتر من كده، خصوصا ان كل بيقول يا رب الجماهير ترجع وفي التزام الجماهير. لو حضرتك شفت المباراه امبارح كان في التزام كبير قوي من الجماهير الاهلاويه وكانت الصوره جميله ومشرفه، ما كانش في اي خروج عن السياسه العامه. لا كان شكل جميل جدا طبعا، الملعب امبارح كان شكل جميل جدا.
والتشجيع منضبط تماما، والامور كانت ماشيه كويس قوي امبارح. فنتمنى ان دي تبقى يعني دافع قوي للامن ان هم يوافقوا لنا على زياده العدد الجماهير اللي تحضر. حتى لو صاحب الملعب بس يعني صفه مؤقته. وكبدايه. انما طبعا في الاخر انا ما بحبش اتكلم في موضوع الجمهور ده بس عارف. لان التصورات بقى لنا 5 سنين كل واحد بيطلع ويشغل الراي العام. ان ده هيبقى 500 هيبقوا 2000 طب 10% من سعه الملعب طب مش 20%. يعني حتى في الفتره الاخيره قالوا ان المباراه بتاعت الاتحاد الافريقي بعت ان هو مباراه الاهلي لازم تحضر 80% من سعه الاستاد. الكلام ده كله ما حصلش. عشان كده كل دي تبقى تكهنات لغايه ما تجي لي حاجه رسميه من الامن هو صاحب القرار. تمام. الاول والاخير في الموضوع ده. ما احنا بنحاول نجيب حضرتك عشان كده والله يا حاج عامر، انا عارف ان حضرتك انت مشغول في حاجات كتير، لكن انا عارف حضرتك كمان متعاون اعلاميا لاقصى درجه، ودايما بناخد منك المعلومات والحقائق، فاستحملنا معلش. لا تؤمر طبعا، بس انا عارف ان حضرتك دقيق جدا، تحب المعلومه الدقيقه جدا، فانا ما اقدرش اقول حاجه. اكيد. وانا ما عنديش حاجه رسميه ليها يعني. اكيد اكيد اكيد، وربنا معاك في الفتره اللي جايه. الدوري مضغوط وانديه كتيره عندها التزامات افريقيه ومحليه، فمش عارف هتتغلب الحاجات ازاي، لكن ربنا معاك ان شاء الله وتعمل حاجه كويسه باذن الله. دعواتك كابتن. يا رب يا رب ان شاء الله، كل التوفيق ليك الحاج عامر حسين. شكرا جدا على هذه المداخله وهذا التوضيح. طيب ما تيجوا نشوف كده في او عن شكل الجماهير في ظل نداء الكابتن محمود الخطيب بالتزام الجماهير بشكل النادي الاهلي الشكل الحضاري للنادي الاهلي. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا النموذج الجميل جدا. جمهور داحماه، بتلك الكلمة اختتم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بيانه الأخير منذ أيام قليلة، الذي وضع خلاله النقاط فوق الحروف، ووجه عدة رسائل فيها من أهمها التزام جماهير الأهلي بتشجيع فريقه خلال مباراة فريق الكرة أمام تاون شيب في المرحلة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بثلاثية نظيفة. كانت جماهير الأهلي الوفية والمسؤولة على الموعد كما عودتنا دائما، كانت عند حسن ظن الجميع امتثلت لطلب رئيس النادي بالتشجيع المثالي طوال 90 دقيقة، كانت دافعا قويا للاعب الأهلي خلال المباراة. بالطبع حقق النادي الأهلي مكاسب عدة من المباراة، إلا أن تشجيع جماهير الأهلي المثالي رسم أزهى وأفضل الصور، كان ردا حقيقيا على كل من راهن افتعالها للأزمات، وجسد بحق المقولة الخالدة الأهلي فوق الجميع. المظهر الحضاري الذي قدمته جماهير الأهلي يضع الجميع أمام مسؤولياته، يؤكد أن جماهير الأهلي لن تكون أبدا عقبة أمام رغبة الجميع في عودة الجماهير إلى المدرجات، ستقوم بدورها التاريخي الذي اعتدناه دوما، وقبل ذلك كله هو دليل جديد على أن الجماهير تحترم رموزها وتحترم مسؤوليها. يعني نفسنا 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 الجماهير ترجع تاني، وبصراحة الجماهير كانت حاجة روعة امبارح، حاجة روعة، قمة في الالتزام، حتى استقبالهم كمان للتفتيش الدقيق كان حاجة جميلة جدا وحاجة عالية جدا، وبنتمنى من الجهات الأمنية إن هي تشوف شغلها على أكمل وجه، مفيش أي مشكلة خالص، بس مع زيادة المشجعين. وإحنا قلنا طالما في التزام وفي شق أمني في سياسة عقاب وفي ثواب، فما فيش أي مشكلة خالص إن الجماهير تزيد، نفسنا الجماهير ترجع تزين لسادات تاني. وقلت قبل كده الجماهير روح الكورة ونبض الكورة، كل حاجة بصراحة. يا رب يا رب إن شاء الله. ده الحاج عامر بيقول يا ريت 2000 مشجع، والله العظيم ما عارف، ربنا يسهلها إن شاء الله. مش عايزين نقعد بقى نتكلم في الموضوع ده كتير، إن شاء الله ترجعوا تنوروا للسادات، لأن الكورة في الأول وفي الآخر للجماهير. هنطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم الأستاذ سامي راغب الناقد الرياضي، ونرجع لحضراتكم على طول. الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم، ونورني وشرفني الأستاذ سامي راغب الناقد الرياضي. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن ميدو. عامل ايه؟ مساء الفل على السادة المشاهدين. الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. انا شايفك جاي مجهد شويه.
الشغل بقى. النهارده احنا عايزين نصحصح، احنا كسبانين امبارح والجماهير بقى. لا 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 انا مستنيه بقى تشوف بقى النقاد الرياضيين هيقولوا على مباراه امبارح ايه. هو طبعا مباراه امبارح يعني دي كانت يعني الناس بتعتبرها مش نقاد رياضيين بس، يعني يعني كل الاهلاويه ومحبين الاهلي والرياضيين كلهم، دي كانت عنق زجاجه يعني، خاصه الوضع في المجموعه وعدد النقط وكده. لكن طبعا الحمد لله الاهلي يعني زي العنوان اللي احنا عملنا، عنوان الاهلي من بعيد راجع من جديد. حلو، ده كان عنواننا النهارده في مقارنه في المساء. هو عمان ماشي، اللي هو اكيد انتوا بقى ليكم عناوين قويه. انا بصراحه برضو امبارح يعني قلنا الاهلي، كان تعرف الكلام بقى ساعتها انت مبسوط وفرحان، قلت ثلاثيه الاهلي تعود بيه مره تانية برضو يعني من نفس السياق. لكن تعرف الاهلي ما بشوفوش بيبعد قوي، يعني شايف ان هو اللي بيحصل دي تبقى حاجات واقعيه وحاجات صحيه، انت لازم مش تفضل يعني ماشي على طول كده. بالظبط بالظبط، يعني زي العرف كده ما بيقال ايه، تبقى كبوه. بس البطل اللي هو يرجع من الكبوه بسرعه. بالظبط، طبعا كان لازم يحصل فيه حاجات كده ناتجه عن الاجهاد، وبرده في اصابات بعض النجوم. لكن الاهلي برضو الاهلي اهلي يعني، نجوم وان هو بيلعب على بطوله. كنا مثلا في ماتش يحصل دروب او يحصل فيه نتيجه مش متوقعه، لكن الاهلي بيرجع بسرعه. انت عارف استاذنا الاستاذ ايمن بدره طبعا فنان في ثانيه، يعني في ثانيه امبارح قال لك ثلاثيه اهلاويه تعود بالاهلي للبطوله الافريقيه. طبعا في ثانيه ادانا المانشيت على طول. ما انا بقول لحضرتك يعني معظم العناوين هتلاقيها يعني في الاطار ده. يعني الاهلي عاد، الاهلي استعاد الثقه، يعني الحاجات اللي هي ما بتبعدش قوي عن معظم الزملاء الصحفيين والنقاد الرياضيين الكبار الاساتذه بتاعتنا، يعني نفس الاطار ده. وهو الاهلي كده معودنا على كده بصراحه. بتبقوا محضرين منشطات انتوا؟ طبعا يا باشا، ده الاهلي احنا بنبقى نازلين بما زي توقعات توقعات كده، مثلا بنقول الاهلي ده الماتش ده بتاع الاهلي، الماتش ده احنا ممكن ناخد منه نقطه، الماتش ده ربنا يستر يعني. لكن الاهلي عاده يعني ما بيغزلش حد، يعني بيبقى يعني كلمه ان هو او توقع ان هو الاهلي معلش في اللفظ يخسر الماتش ده تبقى ضعيفه. ضعيفه، معروف ان الاهلي بيدخل الفرص ضعيفه. بيدخل على المكسب، بل يتعدى المكسب، ان تقول الاهلي ممكن يعمل ايه من الماتش عشان يعمل وتفكر في الماتش اللي بعده. يعني ما تفكرش في الماتش ده بس يعني، لكن بتفكر في اللي بعده. ودي حاجه صعبه جدا، خلي بالك دي حاجه صعبه جدا، حاجه صعبه. بس الاهلي معودنا على كده. يعني الالتزام والانضباط ولاعبته ونجومه وجهازه وادارته معودين على كده، ومعودين جمهورهم على كده، والناس مبسوطه على كده، وان شاء الله هيكمل وممكن ياخد قمه المجموعه. ما تزعلش يعني، وارد جدا يعني، لسه بدري. لسه بدري. انا هزعل ازاي؟ لا مش قصدي يعني، بقول لك يعني ممكن لما تقول قمه المجموعه الناس تقول طب ازاي ده في سبعه بونت واربعه، لا في حسابات ثانيه. ما هو انت لسه في ماتشات حساب، اما تحسبها بالنقط. الترجي خسران من كبالة 6-0 في اول ربع ساعه. بالظبط. يعني انا كنت قاعد ايه يا جماعه في ايه؟ 2-0 بعدين ماتش كمان في تونس. بالظبط. بس كنا متاكدين ان هو الترجي ورجع فعلا. رجع وكسب المباراه. هي المجموعه اصبحت اكثر تعقيدا وتشابك. يعني هتتم كده في المجموعه مين الاول والثاني لحد اخر جوله. وان شاء الله نامل ان الاهلي ياخد القمه ان شاء الله كده، والدنيا تبقى ماشيه زي الفل كده باذن الله يا رب. يعني عايز اقول لك ان انا كانت في ناس فاهمه ان كامبالا سيتي يكسب الترجي دي حاجه كويسه، لكن انا كان نفسي احنا نفسنا نخلص على تاونشيب ونخلص على كامبالا سيتي ويطلع الاهلي والترجي، بحيث ان انت تصحح اوضاعك في الاول وترجع بعد كده بقى تبص، يعني مش هتفرق اول من تاني. الكابتن ميدو انت عارف ان برضو طبعا انت ليك باع في الكوره وليك باع مع الانديه ولعبت وسافرت وعملت في انديه، برضو مهما تحصل لها من كبوات بس عارفه طريقها ترجع بسرعه. الترجي برضو فرقه قويه، فرقه كبيره، فرقه يعني لها كل الاحترام والتقدير. الاهلي طبعا حدث ولا حرج، ده ملك افريقيا والبطولات. فتلاقي يعني مهما يعني بتحصل مثلا في الماتشين الاولين في الاهلي وكده، لكن تسال اي حد في الشارع يقول لك لا الاهلي هيصعد. ازاي ما تعرفش هيصعد؟ فهو معروف يعني ثقه.
فانت بتلف وتدور. طبعا الكره تقدمت وما فيش دلوقتي كبير وصغير، ما فيش قوي وضعيف، في جهد وفي تركيز وفي في الملعب. لكن نرجع برضو تاني نرجع للتاريخ ونرجع للاحصائيات ونرجع لكل الاهلي اهلي، وبرضو الترجي فريق محترم، وتلاقي الترشيحات تصب اهلي وترجي اهلي وترجي. يا رب. يعني مع كامل احترامنا لكمبالا وتاونشيب، اكيد اكيد اكيد، مع ان وعلى فكره تاونشيب فرقه محترمه وفرقه عنيده. قلت والله فرقه عنيده. يعني الماتش اللي جاي الجوله الجايه 28 قلت مش سهله يعني. قلت يعني والله قلت في الثلاثه بتوع امبارح بالظبط يعني مش مش هيجوا بسهوله في 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 بوتسوانا. بتفق معاك تماما. انا قلت للمشاهدين في بدايه كلامي معاهم، قلت ان الماتش امبارح ان الفريق البوتسواني مش فريق ان انت تروح هتكسبه 3 4 تاني هناك، لا الفريق فرقه محترمه وفرقه كانت تلعب كوره وماسك كوره، مسكت كوره في الشوط الاول تقريبا كمان، ووصلوا عندهم جرأه تسديد في جرأه يعني كان بيسددوا حتى لو بتروح في المضربات بس بيسدد عليك بالزبط. فدي حاجه يعني ان شاء الله الاهلي يكون عامل حسابه، اكيد الاهلي عامل حسابه باذن الله، محمد يسحب حسابهم في هذه المباراه المقبله باذن الله. تعالى نشوف مع بعض كده منشط الصحف اتكلمنا على ماتش الاهلي وفريق تاونشيب بتسواني، ونتكلم مع حضرتك في منشط منشط ده المسا. رايك المسا اقول لحضرتك اللي رجع يا رجاله. انا عايزك تعلق لي بقى على المنشطات. لا المنشط يعني هو موضح نفسه يعني زي ما بقول لحضرتك كده، يعني اذا كان في تروب او كبوه في اول ماتشين كده نظرا لظروف ارهاق اصابات، لكن اهو يعني بنقول للناس يعني شفتوا رجاله الاهلي عزو يرجع يرجع يعني. خلينا يا جماعه خلي الصوره عشان اناقش الاستاذ سامي في كل الكلام اللي باين قدامنا. يعني حضرتك اتفرجت على الماتش امبارح؟ اوكي. شفت مؤمن يعني اهو مؤمن يشارك بعد غياب 6 شهور، شفته ازاي؟ لا موجود يعني موجود في الصوره برضو، مؤمن برضو ليه لمسته. ممكن يكون يعني مش هو مؤمن بتاع مش بتاعنا بتاع زمان، مش بتاعنا اللي احنا اللي تعودنا عليه. بس برضو موجود يعني برضو العذر ان هو برضو غايب عن الفرقه لفتره، لكن برضو مؤمن لمساته معروفه. واعتقد كارترون لما دفع بيه او شارك بيه عايز يرجع مؤمن تاني. مؤمن اللي هو يكون الورقه الرابحه مع باقي النجوم الفريق. فاحنا حاطين العنوان ده كده، انا بنقول يعني مؤمن بص بعد 6 شهور بالظبط، لكن برضه موجود بالظبط. طيب كالتيرون هاجم طول الوقت واستحق الفوز على تاون بالسلاسه. ايه رايك برضه في العنوان ده؟ ما هو لا بديل كان، احنا الشوط الاول ما كناش يعني مش زي الشوط الثاني خالص. مش مشكله يعني، هو انت بتقيس المباراه مش شوط، انت بتقيس المباراه في المجمل، ان المباراه 90 دقيقه غير الوقت الضايع. كان ما كانش فيه قدام كارترون والكابتن محمد يوسف الا ان هم يبقى التشكيل بتاعهم يغلب عليه الطابع الهجومي. نظرا لحسيت الموقف وتشابك المجموعه وانك انت عندك بنط، فلازم ترجع تعمل ايه، تستغل انك انت بتلعب على ارضك فلازم تكسب. فانت تشكيله ما بعدش كتير عن قبل كده يعني، بس كان في جداد مؤمن بالظبط، مؤمن وكوليبالي المالي بالظبط. ما هو لا يعني برضو نلتمس ان المدير الفني لسه جديد، لكن يعني هو ادار المباراه بشكل ادار طبعا يعني بشكل رائع بصراحه، يعني ليه فتره يعني قصيره جدا مع النادي، فكان لازم برضو يحافظ على الهيكل الاساسي نسبة 80-90% مثلا ما يبعدش عنه. أكيد 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 عشان ما يحصلش دروب، وخاصة انك انت يعني محتاج الماتش ده. يعني انت محتاج الماتش ده ومحتاج الثلاثة بونت عشان يرجعوك تاني. فلما تكسب الماتش ده وتاخد الثلاثة بونت تعرف بعد كده انت كمدير فني طبعا هتاخد الثقة، اللعيبة هتاخد الثقة، خلاص انك انت رجعت. فتبدأ بقى ايه تظبط، حط لمسات تانية على التشكيل تاني، تشوف ايه إمكانية ان احنا نغير لاعب مكان يعني كده يعني. بس لكن في المجمل مباراة كويسة وإدارة فنية كويسة. تمام. ده كمان منشط الأهرام المسائي كاتب الأهلي محارب. مش عارف بقى الأهلي محارب إسلام محارب ولا الأهلي محارب اللي هو الأهلي المحارب. العنوان يحمل المعنيين برضو الأهلي بيحارب. إيه العنوان ده يقصد بيه إيه؟ ما يقصد بيه إن إسلام محارب، يقصد بيه الأهلي محارب. الأهلي يعني بتبقى كاتب منشط بيحتوي على معنيين ولا منشط بمحتوى
واحد بس. لا اعتقد يعني محمد رشوان يعني والزملاء في بيلعبنا يعني بيلعبنا وبعدين هم اساتذه برضه يعرفوا يعملوا عناوين طبعا زي كده عشان بيحارب عشان احنا نقعد ماشي ماشي بيحارب يعني يعني بيحارب ان هو رجع للمجموعه ورجع زي ما قلت لحضرتك من ان هو يبقى خلاص في دايره الضوء تاني ان هو خلاص باذن الله يصعد. واسلام محارب ان هو كان مميز في المباراه وجاب جون يعني وكده ف بس انا مش معاهم في العنوان اللي تحت ده هزم تاون شيب الوديع هزم تاون شيب الوديع بثلاثيات ازار ومعلول واسلام يعني على اعتبار الوديع دي مش ما اتفقش معاهم فيها هو برضه الوديعه دي تحمل برضه اكثر من معنى يعني انت ما تستهونش بيها انا وديع لكن ممكن على ملعبي اتعبك اقلب برضه يعني انا وديع كنت وديع معاك يعني واحنا يعني قبلنا الوداعه دي منك ان احنا بنلعب على ملعبنا وسط جمهورنا فاحنا متشكرين منك يعني ان احنا برضو بمجهودنا برضو كسبناك بالثلاثه لكن هو يعني في معناه يعني عايزين نسخن اكتر يعني ماشي. ان شاء الله يعني. ماشي وكالتيرون امتياز في اول اختبار بدوري الابطال زي ما بقول لك كده يعني هو ادار المباراه ب هو ادارها بصراحه كويس وعارف مميزه جدا الهدف منها ايه ان انا اكسب وكسب باهداف يعني مش هدف ولا ضربه جزاء ولا حاجه يعني لا ده كسب بثلاث اهداف الشوط الاول وارد زي ما حضرتك قلت ان كان فرقه تاونشيب يعني ند قوي للاهلي وكان لها فرص خلت الجمهور قلق مع الشوط الثاني بدا يعني الحسابات ونعرف ان احنا ناخد من المباراه ايه الحمد لله يعني مباراه كويسه والنتيجه كويسه جدا يعني. تمام ده منشط الاخبار الاهلي ينعش امال الافريقيه بالثلاثيه في شباك تاونشيب اداء بطيء في الشوط الاول وازارو ينقذ كالتيرون من صدمه البدايه بالظبط يعني زي ما اتفقنا ان وحياتك قلت ان الشوط الاول يعني الاداء كان لسه ده وارد جدا انت 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 ليك فتره طويله ما بتلعبش فتره طويله الدوري بالظبط بالظبط والبطوله متوقفه بالظبط وبعدين اما ترجع لازم يبقى الاداء مختلف خاصه مع اداره جديده اداره فنيه جديده وفي احلال وتجديد مع اللعيبه وفي اصابات وفي لعيبه المنتخب راجعه برضو يعني برضو لسه نفسيا يعني يعني يحسب المباراه كلها امبارح تحسب للجهاز الفني واللعبة نفسها ان هي رجعت تاني بسرعه يعني كان في بطء وكان في الشوط الاول لكن الشوط الثاني اختلف تماما اختلف تماما ماشي يلا نشوف المانشيت اللي بعده ده المصري اليوم سيد افريقيا يعود بثلاثيه ازارو ومحارب ومعلول الاهلي يقفز للمركز الثاني بعد تخطي تاونشيب جابر ومحارب كلمه السر كالتيرون نجح في الاختبار وازارو رجل المباراه حلو بالظبط لخصوا المباراة كلها لخصوا المباراة كلها زي ما قلت لحضرتك في الأول إن الأهلي يعني ملك البطولات وملك أفريقيا وليه باع طويل وصولات وجولات وبطولات فلما يكون نقطة من ماتشين وكده يعني ويرجع ياخد تلاتة بونت وأداء كويس جدا في أول ظهور للجهاز الفني وكارتيرون وبعد فترة طويلة ما عندكش نشاط وانك انت مقبل على بداية نشاط محلي ويبقى عندك مباراة قوية زي كده في بطولة هامة وانك انت لازم ترجع وتاخد الثلاثة بونت عشان ترجع تاني اولا تبقى في المجموعة يعني ايا كان الاداء لازم الناس كلها تشيد بالاهلي وبالفوز الاداء لازم يبقى فيه متباين الشوط الاول ممكن وارد الشوط الاول يكون كارترون بيقرا المنافس يرى المنافس شوط الثاني نفذ فكره وفاز يعني نتيجه عليه يعني سبحان الله دلوقتي بقى محارب جابر بقى كلمه السر مع ان كان ميدو جابر معرض ان هو يمشي من النادي الاهلي السنه اللي فاتت على فكره اللعيبه يعني طول ما في مدرب ما بيديش اللاعب فرصته فوارد جدا اللاعب مستواه يقل لكن في لعيبه طبعا جابر و ومحارب ومؤمن زي احنا اتفقنا ان مؤمن ان هو برضه ما اداش الاداء اللي هو لكن مؤمن لكن هو مؤمن كلمه السر طبعا اللعيبه دي بتجتهد وبتبذل اقصى جهد في الملعب عشان يعني ده مدير فني جديد فعايز
قبل ما يقيم لاعب، وانت طبعا كنت لاعب وعارف يعني ممكن ما انت لو ما خدتش فرصتك هتزعل. بالظبط اديني فرصتي و بصراحه عشان حقه يقال يعني واخد فرصه كبيره، لكن كان برضو انا ضد ان انا مش موفق واخد تاني، مش موفق واخد تاني، مش موفق واخد تاني، كان لازم يفصل شويه. سياسه مدربين بقى، انت عارف في مدربين تقول لك لا ادي له عشان ما خلص عليه بالبلدي كده، يعني لازم ادي له فرصه واثنين وثلاثه عشان لما يحكم مدرب على لاعب ما يبقاش ظلم. لا هو انا بص الفكره دي انت هتاخدني في حته يعني انا كمدرب، انا كمدرب شايف مثلا الاستاذ سامي اللعيب، وانا كمدرب نادي كبير، انا مدرب نادي كبير المفروض كنادي اهلي، فشفت الاستاذ سامي لعيب كويس فانا اقتنعت بيه كمدرب فجبته، فخلاص انا الموضوع بالنسبه لي منتهي. حته ان انا ضد الموضوع ده، حته ان انا لعيب اصله لعيب مش نادي اهلي ولعيب مش نادي الزمالك، لا انا كمدرب لازم طالما اقتنعت بيه لازم اخليه يتاقلم في المكان. امال ايه دور المدرب؟ يعني دور المدرب ان انا اجيب له لاعب جاهز خد العب؟ لازم اجيب لك مدرب تدي لي فرصه وتقيمني وتشوف مركزي، طب ما ده يصلح، لا خليك في مركز تاني، طب اوظفه في مكان تاني كده يعني. يلا بينا، يلا تعالوا نشوف المانشيت اللي بعده. الوطن الرياضه بيقول الكبير راجع، الاهلي يهزم تاون شيب البتسواني بثلاثيه نظيفه ويجدد اماله افريقيا، كالتيرون يكرر تغييرات، لا يكرر تغييرات البدر، سليمان وازارو كلمه السر، كوليبالي مكسب الدفاع، والاحمر يحتل المركز الثاني، والضيوف غابوا عن برج العرب. ماشي، شوف انا نشوف، انا مش هعلق، انا اسمع كلام الاستاذ سامي. بص كابتن ميدو، احنا اتفقنا ان ده مدير فني جديد. محمود انا جيت لسه ليا فتره مش طويله، وداخل على بطوله، يعني اول ما جيت ابدا بطوله انت فيها في المركز ماتش صعب، مركز صعب. الرابع مثلا نقطه بالظبط، مركز الرابع الدنيا بتهرب منك. القوام الرئيسي بيقول ايه؟ ان عندي قوام رئيسي. واعتقد ان المدرب ده يعني ذكي، مش انا هاجي لا اغير، لا درس الماتشات الاهلي الاخيره، شاف الكابتن بدري كان بيلعب ايه، يعني ايه اوراقه. طب التغييرات كارترون ومحمد يوسف ما حطوش تشكيل وتغييرات كده، طب هي معلش هجيب منين؟ لان اجوي ما كانش لعيب بيخرج اصلا المباراه، علي معلول ما كانش بيخرج من المباراه. في يعني كابتن ميدو اوراق رابحه لازم اعملها، يعني لازم هو اتعامل استغلها، اتعامل مع المباراه بشكل واقعي. اي طبعا، لا الاول بص ممكن العنوان هدف بس ان هو يسخن الكارتيرون يعني وكده برضه عشان يبدا يشوف عناصر ثانيه، لكن كلها عناوين يعني في الاطار برضه. يلا نشوف العنوان الثاني. الاهرام اخيرا الجوله الثالثه تبتسم لبطل مصر، والاهلي يعبر تاون شيب بثلاثيه نظيفه في دوري الابطال الافريقي ويجتاز عنق الزجاجه، الاحمر يقفز للمركز الثاني بعد الفوز على الترجي التونسي، بعد فوز الترجي التونسي، والتاون فريق مجتهد والخبره حسمت اللقاء. بالظبط كده، يعني ايه رايك؟ يعني كل العناوين في نفس الاطار، الجوله الثالثه تبتسم للاهلي بطل مصر، الاهلي رجع، الاهلي استعاد مكانته، استعاد هيبته، الفريق يعني بعض المانشيتات الزملاء في الصحف برضو في يعني في مانشيتات يعني بتؤكد ان هو فريق يعني كويس، في مانشيت فريق الاراء مختلف، لكن كله اكد على احترام، اكيد اكد على احترام الضيف، والاهلي قادر ان هو يكرر الفوز في بوتسوانا يوم 28 ان شاء الله. تمام، الاهلي كان ليه مكاسب من لقاء بطل بوتسوانا تاون شيب. تعالوا نشوف التقرير التالي امام حضراتكم ونرجع لحضراتكم على طول. لم يكن فوز الأهلي على تاون شيب بثلاثية نظيفة في المرحلة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجيش في برج العرب مجرد فوز بثلاث نقاط فقط لا غير، بل بالعكس جاء كفوز محقق للعديد من الأهداف التي أرادتها جماهير النادي الأهلي الكبيرة. الفوز أعاد الآمال إلى النادي الأهلي للتواجد في البطولة الإفريقية والإعلان أن البطل لا يسلم بسهولة ويتمسك بآماله حتى الدقائق الأخيرة. المكسب الآخر والهام أيضا
هو القفز إلى المركز الثاني في البطولة بأربع نقاط خلف الترجي التونسي الذي وصل إلى سبع نقاط بفوزه الثمين أمس على كامبالا سيتي الأوغندي. الفوز بثلاثية سيمنح الأهلي أفضلية وقوة كبيرة في مباراة العودة أمام تاونشيب أيضا في 28 من الشهر الجاري. استعادة الثقة هي أحد أهم مكاسب مباراة الأمس، خاصة أنه فوز جاء بعد فترة توقف طويلة كانت كفيلة لوحدها بعدم توفر عنصر حساسية المباريات لدى معظم اللاعبين، إلا أن خبرة وروح رجال الأهلي كانت لها الكلمة الأخيرة. استعادة نغمة الانتصارات وتحديدا الفوز الأول في دور المجموعات هو أمر كان في منتهى الأهمية في مشوار المارد الأحمر. مكسب كبير أيضا هو تألق المغربي وليد أزارو وتسجيله لهدف مهم وصناعة هدف، علاوة على تشكيله إزعاجا كبيرا لدفاعات الفريق المنافس، مستوى ينذر جميع المنافسين بتطور كبير لهداف الدوري في الموسم الماضي وهداف الفريق في دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي. كل هذه الأهداف تنضم إلى مكسب كبير للغاية هو تحقيق الفوز في المباراة الرسمية الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وهو ما يشكل دفعة قوية للمدير الفني، خاصة أنه جاء كفوز عريض لتكون بداية تعارف رائعة للمخضرم الفرنسي مع جماهير الأهلي الكبيرة. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير عن مكاسب النادي الاهلي من الفوز على بطل بوتسوانا تاونشيب امبارح. ايه رايك؟ تقرير لخص الاحداث كلها. لخص اللي احنا قرناها زي ما قلت لحضرتك، يعني كان لازم الفوز ده يجي وبالاهداف دي اعاد الهدوء والرياح والطمانينه للجمهور الاهلي قبل الجهاز الفني. ان انت عندك زي ما اتفقنا ان فتره توقف طويله، وبترجع من فتره توقف مش على مباراه مثلا في الدوري، تمام، لا بترجع على مباراه في بطوله ومدرب جديد، فيلم وفيلم جديد ومباراه نفسها بطوله، ده غير بقى العوامل الخارجيه. العوامل الخارجيه والجمهور اطمأن والمجلس الاداره يعني برضه شاف قدرات اللعيبه والجهاز الفني، فانت راجع على مباراه بطوله نفسها، بطوله لوحدها. ان لا قدر الله كان اي حاجه غير المكسب كانت هتحطك في حسابات، طب وبعدين كانت هتعمل لك قلق قبل انطلاق الدوري. انت عندك مباراه، انت عندك الاسماعيلي، ده بطوله ثانيه لوحدها. فانت كان لازم تدخل المدخل ده في المباراه وتستفيد منها وتجرب لعبتك وتجرب نفسك، وانك انت اخذت الثقه وخدت يعني البدايه قويه معاك قبل حتى بدايه الدوري عشان تبدا الدوري قوي. فكان لازم المكسب ده كده. وطبعا حتى عشان الجمهور الاهلي ياخد انطباع عن الجهاز الفني الجديد ان هو خد انطباع، حتى لو انطباع ايه، انا لسه هو مش غريب. بالظبط، جهاز مش غريب. بالزبط. يعني المدير الفني مش غريب عن بالزبط. الكره المصريه بالزبط. وعن الدوري المصري، والكابتن محمد يوسف برضو بس بتفرق. دي بقى اللي بتفرق البدايه يعني طبعا. لا بالنسبه لي يعني مثلا الكابتن ايهاب جلال ما كانش غريب على الكره المصريه لما راح نادي الزمالك ما بالزبط. نجحش معاه. بالظبط. كالتيرون مدرب فكره احترافي، فممكن تكون دي اللي فرقت معاه. حافظ نادي الاهلي كان نفسه ساب امريكا وساب النادي اللي كان ماسكه عشان يجي يمسك النادي الاهلي، فاكيد هو عارف ان هو حقق نجاحات. كان الانطباع والبدايه يعني مهمه وضروريه برضو، خاصه مع الانديه الكبيره اهلي زمالك. البدايات تبقى والانطباع الاول بيدوم زي ما بيقولوا، يعني خاصه لما يكون مع النادي بحجم الاهلي. طبعا الكابتن ايهاب جلال يعني حاول، لكن كانت في اكيد عوامل وظروف ما خلتوش يعني يوفق مع الزمالك. لكن هو يعني مدرب محترم وكان ليه بصماته مع الانديه مش عايز اقول لك يعني اللي دربها. ده حبيبي وربنا يكرمه مع النادي الجديد دلوقتي تقريبا رايح يدرب في ليبيا. نادي يعني ليبي اعتقد. نادي ليبي اهلي طرابلس ولا ايه يا محسن؟ اهلي طرابلس. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمهم. مدرب كويس بصراحه، يستحقوا كل خير.
تعال اخدك بقى في ملف بقى صحصحك بقى معايا شويه بقى. الجماهير اتفضل. الجماهير الحاج عامر حسين، انا عمال اقول الجماهير وقالوا ده، قالوا 2000 و2000 ازاي يا جماعه؟ بكلم الحاج عامر حسين قال لي طب ويا ريت هم وافقوا ب 2000 اساسا. قلت له امال ايه اللي احنا بنقراه ده في المواقع؟ قال لي انا ما جاليش اي حاجه رسميه ان هم وافقوا ب 2000. فانا بتكلم في ايه يا استاذ سامي؟ انا بتكلم ان احنا كجهات امنيه بالظبط عملنا حاله من الالتزام القصوى. بالظبط. الكابتن الخطيب لما طلع اتكلم في كلمته قال للجماهير انا عايزكم تطلعوا بشكل النادي الاهلي. الناس بالزبط. التزمت والناس حاجه بصراحه كانت قمه في الجمال والروعه. وانا كجهاز امن انا بشوف اجراءاتي بمنتهى الحزم وبمنتهى الحسم. بالظبط. طب ايه المانع بقى ان انا اشوف الاجراءات بتاعتي بجانب ان انا ازود الجماهير؟ وانا قلت وبان الدنيا كلها، الملتزم هشيل على دماغي، اللي مش ملتزم في اجراءات ثانيه دي. احنا في موضوع الجماهير دي والاجراءات وازاي الدخول وكيفيه الدخول ونعمل بطاقات ولا نعمل تصاريح ولا نعمل حاجات موسميه، اعتقد خدنا وقت طويل. يعني شوف لنا كام سنه احنا نفتقد الجماهير. انا نفسي يعني قبل ما نموت. يعني في وارد يكون في تجاوزات، في قله من الجمهور أكيد. الشباب متهور فيه. ومتهور بطبعه ان هو غيور على النادي بتاعه. لكن ان شاء الله يعني نشوف الدوري ده اللي هيبدا كمان كام يوم نشوف فيه جمهور، خاصه ان الجمهور في مباراه الامس مع الاهلي وتاونشيب برده كان ليه عامل السحر برده، وشجع الفرقه ووقف وساند، فده ممكن يدي طباع كويس عند الجهات الامنيه. ان شاء الله خلال الاسبوعين الباقيين دول برده يبقى فيه اجراءات اكتر ان هي تتعمل، بحيث ان يا كابتن ميدو نبدا ب 2000. ابدا ب 2000 مش مشكله، ده لو كان في يعني 2000 نبدا ب 2000. ال 2000 هيجيبوا 4 وهيجيبوا 10 المباريات الجماهيريه. لا ان شاء الله الجهات الامنيه هتتفهم الموضوع ده يا رب، وتتفهم ان الجمهور عامل مهم في نجاح المباريات، وان الرقم واحد في المدرجات يا رب. وانا شفنا كاس العالم الجمهور كان عامل ازاي في كل الماتشات، في لأول مرة ما نشوفش شغب، ما نشوفش مشاكل، ما نشوفش ده هينعكس عندنا. ده كاس عالم حاجة مشرفة. طبعا كاس عالم بلا غلطات. لا طبعا طبعا بلا غلطات. زي ما خططوا له اتنفذ من البداية للنهاية. بالظبط بالظبط. إن شاء الله نشوف الموضوع الجمهور ده يرجع عندنا بقوة. أنا أعتقد إن الجهات الأمنية متفهمة وهتقعد مع مجالس إدارات الأندية وهتشوف لها آلية ازاي يتعاملوا مع الجمهور في الموسم الجديد، لان لازم الجمهور يرجع، لان هو برضه يعني مباريات بدون جماهير بتحس انها يعني اشبه بالمباريات الودية، يعني ما يعني مش ممتعة. واعتقد حل روابط الأندية اللي هي المشجعين كده يعني قد يساهم ان بداية عودة الجماهير يعني. يا رب يا رب. الاهلي فرحنا امبارح بثلاثيه، تعالوا نشوف ردود الافعال الجماهير الاهلاويه لهذا اللقاء ونرجع لحضراتكم على طول. الاداء امبارح كان كويس، يعني لعبوا كويس، بس هي الماتش كله اختلف اول ما التغييرات اتعملت، يعني زي ما شفت امبارح اول ما التغييرات اتعملت جابوا هدفين، فهو الماتش كان شغال كويس والخطه كانت كويسه، يعني دي بدايه حلوه للمدرب الجديد. بس هي الفكره في التبديلات، يعني التبديلات كانت الناس كلها اللي قعدت لها وكانت لعبت من الاول كان الماتش احسن. اداء جميل للنادي الاهلي، هو اعظم نادي في الكون واحسن فريق بيلعب كره في مصر. كسبنا امبارح مدافع كويس جدا بيلعب كره على الارض، ودي نادرا اصلا موجوده في مصر عامه. بس وان شاء الله الاهلي جاي، الاهلي جاي بقوه كمان. هو بصراحه الفرقه كلها كانت نجوم يعني، تمام. الاداء كله كان كويس، وبالذات لسه طالعين من فتره انتقاليه، تمام، فتره وحشه يعني النادي فيها، بس الحمد لله النتيجه امبارح تمام يعني، واداء كان كويس. الماتش كان جميل بس كان صعب شويه وبتاع عشان بدايه موسم وبتاع، وان شاء الله مستنيين احسن كده من الاهلي، لان احنا متعودين على الاهلي احسن من كده. كان باين على اللعيبه جدا ان هي اللعيبه يعني لسه مرهقه والكلام ده، والمفروض ان هم يعني يحسنوا من اللياقه البدنيه شويه عشان يعني الماتشات اللي جايه لسه كتيره، فالمفروض ان احنا نرجع اللياقه البدنيه على قد ما نقدر عشان نعرف نكمل، بس مش اكتر. هي اللياقه البدنيه بس هي اللي كانت العائق تقريبا. والله انا بتبسط لما بشوف الجماهير
يعني اختلافها اختلاف كامل، الحالة الفنية للجماهير اختلفت اختلاف كامل عن قبل كده. دلوقتي بيتكلم في تغييرات، بيتكلم اختلاف الفكري للجمهور، بيتكلم في مدرب، بيتكلم في حالة بدنية، حاجة بصراحة جميلة جدا. عشان كده انا دايما بقول ان انا بتابع بصراحة السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا بيبقى نبض ونبض كبير كمان، مع ان في ناس يقول لك انا مش ما بتابعش، انا مش لا الكلام ده بصراحة مش بتكلم. الجمهور ده يرجع للمدرجات عشان يبطل يتكلم في لازم. لا طبعا يعني خلاص دلوقتي كله يعني فاهم يعني. بص المنظر جميل مع اختلاف طبعا درجات الفهم، شكل تحفه طبعا، مع اختلاف درجات الفهم كله عارف اللاعب الفلاني لو نزل هيعمل ايه، التغيير الفلاني لو نزل هيغير المجرى الشوط ازاي، المدير الفني بيحتفظ باللاعب الفلاني على الدكه عشان ينفذ في فكره معينه في الدقيقه كذا. لا خلاص ما فيش حاجه يعني، ما فيش حاجه بتستخبى دلوقتي، خلاص كله عارف. بيلاقوا جمهور لما يلاقي لاعب معين موجود على الدكه بالظبط بيطمئن. الثقافه الكرويه اختلفت تماما، زي كابتن ميدو كده لما كان موجود زمان كده، بيبقى موجود كده بينزل كان بيخلص. الله كانت ايام جميله والله، كانت ايام جميله. يعني نفسي ما فيش صوت يا جماعه للجماهير دي، ما تسمعوا لنا صوتهم، احنا وحشنا الجماهير بصراحه بصوتهم بكل حاجه. نطمن الكابتن الحاج عامر برضه، على الحاج عامر نفسه الجماهير ترجع والله، انا عارف الحاج عامر والجهات الامنيه برضه تشوف ان بص الجمهور عامل ازاي، بص شكل الملعب عامل ازاي، الله التناسق في حتى عليه كمان يا عمار. بص يعني هنشوف نفسنا نشوف كده كابتن ميدو تاني. الاستاد حلو، شفت الاستاد حلو بيهم. بالظبط بجد والله الاستاد حلو بيهم، الاستاد ما بحلاش غير بالمنظر اللي حضرتك شايفه. بص التشجيع، بص الشباب ومختلف الاعمار السنيه، يعني حاجه جميله، يعني حاجه بصراحه جميله جدا. اتمنى ان هو ده الحب، يعني بداية ده الحب بداية الحب الدوري الحقيقي يبقى فيها كده. يعني لازم بعض الجماهير اللي بتعمل المشاكل في المدرجات بسبب قصد بدون قصد، هي اللي بتأثر على البقيه اللي هي عايزه تشجع وعايزه تروح تستمتع بمباراه. بالظبط، ما انا ده الكلام اللي اتكلمناه والله. فهم لازم يعني اي حد بيصير مشاكل بيعمل كده لازم يعني لا يتخلوا عنه بقى، ويسيبوه بقى مع نفسه مع مشاكله، وهم يروحوا يشجعوا بقى المباريات بقى ويستمتعوا بالنجوم الفريق. عايز اسالك كمان، يعني احنا نفسنا طبعا الجماهير ترجع وتكسر الدنيا تاني، وملايين الاستادات ومنورينها ومجملينها وكل حاجه بصراحه. وانا دايما بقول الجماهير دي احلى حاجه في الكوره، لان هم العنصر الوحيد اللي مش مستفيد باي حاجه في الكوره غير ان هو بس بيدي الطاقه للاعب لما يلاقي فيه حد بيشجعه وحد مبسوط من ادائه. اللاعب يعني بيبدع في الملعب، بيبدع لما يلاقي حد وبيلاقي الاهات، ولما يعمل تمريره حلوه يجيب جون، يلاقي الالاف بتشجعه وبتهتف باسمه برضه. لا الجمهور برضه ليه وضعه يعني في الملاعب يعني والمدرجات، ومش مستفيدين بحاجه يا استاذ خالص. حب هو ده الحب، عشان كده بقول هو ده اللي فعلا للنادي والفلنة وروح الفلنة اللي انت انتمي لها. يعني ربنا يخليكم بصراحه لينا كنادي اهلي، ربنا يخلي كل الجماهير اللي بتعشق انديتها في كل العالم بصراحه، لان هم فعلا عنصر وحيد مش مستفيدين غير بان هم بيروحوا يشجعوا بقلبهم يعني بيموتوا عشان الفرق. يعني ما الاهلي بيلعب في اسكندريه في استاد الجيش برج العرب، يعني شفت المسافه قد ايه، يعني اكتر من 200 كيلو يعني انت واعتقد ان الجماهير دي موجوده من قبل المباراه ما تبدا مثلا باربع ساعات وخمس ساعات، ممكن تكون اكتر من كده. بالظبط بالظبط، يعني بتستحمل درجه الحراره، بتستحمل بعد المسافه، بتستحمل كل حاجه، المجهود بتستحمل كل سواء حاجه بدني. انت متخيل يعني ايه جمهور استاد اسكندريه؟ بالظبط، وفي ناس بتفتش ويطلع عينيهم ويستحمل التفتيش. بس طبعا لازم برضه حته التفتيش دي لازم، ده امان ليك وليا وليه هو كمان، امان ليه هو لازم. اتكلمت يعني فيها يعني بالتفصيل كمان، يعني انا مشكور اللي بيفتش كويس ده، مشكور انسان مشكور جدا. مقدر غضب بعض الجماهير من الكم الاكمن تفتيش وكده، لكن طبعا اللي بيفتشك ده ما هو واقف من قبليك، يعني انت لو انت رحت مثلا قبل الماتش بساعتين ثلاثه، ده واقف ممكن من هو قبل هو شغله واجبه واحنا عايزين كلنا في الاخر لا كل التحيه برضو للجهات الامنيه. أكيد طبعا،
اكيد. وانا باكد دايما الامن بيحميك انت وبيحمي اسرتك وبيحمي اولادك وبيحمي كل طبعًا الناس طبعًا. ان شاء الله تكون منظومه كلها متكامله من امن وجمهور وفيها يعني حاجه كله يتفهم ان ده عمل. طب بتغيظنا عماره اللي كل شويه تجيب لنا الجمهور. طب يعني انا نفسي والله العظيم الله عشان بس نشجع الجهات الاهليه طيب والمسؤولين عشان طيب الدوري بقى السنه دي شكله هيبقى عامل ازاي يا اسامي؟ قبل ما نتكلم على شكل الدوري السنه دي وكميه المنافسه اللي هتكون موجوده فيه، تعالى نفكر الساده المشاهدين بدوري كان جميل قوي، دوري 95 96 كان دوري مميز قوي للاهلي وللجماهير الاهلاويه. تعالوا نشوف هذا الدوري بسرعه جدا كده ونرجع لحضراتكم على طول. موسم 95-96 من المواسم التي لا تنسى في ذاكرة كل أهلاوي، بعد أن ابتعد الأهلي عن صدارة جدول الدوري في ظل النتائج المتباينة والتفريط في النقاط في مواجهة فريق الأحلام المزعوم الزمالك. بعد خسارة الأهلي أمام المنصورة على وجه التحديد، أجزم الجميع أن درع الدوري سيغادر الجزيرة بعد تتويجه به في الموسمين السابقين بعد تفوق الزمالك بفارق 6 نقاط. إلا أن فريق الأهلي ونجومه وجهازهم الفني كان لهم رأي آخر، انتفضوا قبل فوات الأوان. نجحوا بالفعل في تحقيق 9 انتصارات متتالية، منهم فوز على المنافس المباشر كانت كفيلة بتأمين درع الدوري في أحضان الجزيرة. كان الفوز الأصعب في هذا الموسم على حساب جمهوري تشبين على ملعبه ووسط جماهيره، عندما فاز الأهلي بهدف من دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة، خاصة أن الزمالك كان قد فاز على الإسماعيلي. هنا سدد رضا عبد العال كرة قوية سكنت شباك شبين في الدقيقة 3 من الوقت الضائع ليحرز هدف الفوز الذي أشعل هستيريا الأفراح في شبين والقاهرة وكل مكان به أهلاوي في مصر وخارجها. يطلع على طول ورضا جول رضا الآن بعد 3 دقائق بيجيب الجول الأول للنادي الأهلي. معه عاد الأمل في لقب هو واحد من بين الأغلى في تاريخ الأهلي الطويل في بطولة الدوري. منافسة استمرت في الأسابيع التالية حتى توج بها الأهلي بعد المباراة التاريخية أمام الزمالك التي أنهت الصراع لصالح الفريق الأحمر بعد واقعة انسحاب فريق الزمالك من مواجهة الأهلي اعتراضا على الهدف الثاني بداعي أنه تسلل. الإعادة التلفزيونية أثبتت صحته وخرج بعد 2 عقدين من الزمان مدافع الزمالك حينها للتأكيد على عدم وجود تسلل على مهاجم الأهلي. الأهلي في هذا الموسم لعب 30 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة، تعادل في 8 مباريات، تعرض للخسارة في 3 مباريات. تمكن نجومه من تسجيل 56 هدف، استقبلت الشباك 14 هدف. كان الغاني أحمد فيليكس هداف الفريق في هذا الموسم برصيد 12 هدف، من بعده حسام حسن برصيد 11 هدف، واللذين شكلا ثنائيا هجوميا هو الأخطر في حقبة التسعينيات.
معانا لحضراتكم من جديد. اكيد افتكرتوا دوري 95 96، وان كنتوا طبعا ما تنسوش الدوريات الجامده جدا اللي خدها النادي الاهلي، خصوصا كان تفتكروا فريق الاحلام فريق الزمالك كان فيه نجوم كبيره جدا، لكن الاهلي كمان كان فيه نجوم حسام حسن وابراهيم حسن واحمد فيليكس ومحمد عبد الجليل ورضا عبد العال، وكان فيه فرق نقاط كبير. واياميها افتكر طبعا انا الدوري ده كويس قوي، اياميها كله قال الزمالك بطل الدوري والاهلي كالعاده في الزمان وفي المكان وفي اللحظه المناسبه حسم الدوري تماما. عايز افكركم بالنجوم دي كلها، حسام وابراهيم وفيليكس ورضا عبد العال وعبد الجليل ومش عارف ومين ومين، وقبلهم نجوم كتيره جدا ونجوم كبيره جدا مشوا وبطلوا، والاهلي زي ما هو كبير ويفضل كبير ان شاء الله. كان دوري مميز اكيد طبعا، والاهلي مش بيعتمدش على النجم يعني. الاهلي هو اللي بيصنع النجوم وبيصنع اللعيبه وبيصنعهم ويخليهم كمان نجوم في 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 يعني في الاماكن بتاعتهم كمان يعني. طبعا لا شك ان الاهلي طبعا في الموسم ده كان موسم يعني ممكن يعتبروه استثنائي. استثنائي. تفتكر مانشيت معين معلق في دماغك في هذا الدوري تحديدا؟ لا مانشيتات كتير يعني كتير. اقوى مانشيت لو تفتكر، احنا بنتكلم في زمن يعني. لا ما افتكرش مانشيت من 22 سنه. لا بس هو يعني المانشيتات كانت بتتكلم من كده، الاهلي برضه في حكايه ان هو عاد الاهلي يعني بطل، الاهلي البطل يعني. انك انت لما تكون يعني كل التوقعات بتديك مثلا درجه اقل من اللي هو المتصدر، فانت برضه بتحس ان دي بتديك دفعه. هو ده اللي عمله الاهلي ان هو يعني العب طول ما فارق النقط في صالحك او في ممكن يعمل المفاجاه العب. مش زي الدوريات الاخيره دي يعني. الدوري بيتحسم مثلا من قبل نهايته مثلا، بيتحسم اكيد بيتحسم أكيد. خلاص اوكي الاهلي البطل، او يعني بيتحسم من قبل الدوري ما يخلص مثلا بخمس ست اسابيع سبع اسابيع. ده بيبقى خلاص دوري من دور واحد يعني. شايف الدوري السنه الجايه هيبقى شكله ايه؟ لا باللي احنا شايفينه بالفرق بالتدعيم باللعيبه، لا هيبقى دوري قوي جدا. قوي جدا. انت لو حسبت بالورقه والقلم من ال 18 فرقه مين اللي ممكن يصارع الهبوط، لا يعني ممكن تيجي ناحيه فرقتين كده ولا حاجه تقول ممكن، لكن انا اتحدى ان حد يطلع مثلا اربع خمس فرق يصارع هبوط. اتمنى يعني انا اتمنى. كان معايا النقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن مستكاوي، سالته السؤال ده قال لي لسه بتسالني السؤال ده، يبقى زي ما هو برضه. طبعا هو لا هو يعني وارد جدا طبعا الكابتن حسن مستكاوي يوم بيتكلم الكلام ده على ضوء اللي حصل في الدوريات السابقه، لكن الموسم ده بالتدعيمات اللي عملها كل نادي لا صعب يعني على الاقل هيبقى في منافسه، هيبقى في منافسه ممكن تستمر المنافسه ممكن لاخر مثلا اسبوعين ثلاثه بس، لكن في منافسه في الهبوط وفي المقدمة. أتمنى يعني في ختام اللقاء ده يعود بالفايدة على المنتخب. يا رب. ما أنت هتدخلنا بقى في حاجات كتيرة. بس سامي راغب أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا الرياضي الجميل مميز. شكرا جدا نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. شكرا. هنطلع فاصل ونستقبل نجم الأهلي ونجم مصر السابق كابتن كبير كابتن رضا شحاتة. هنتكلم بقى، أنتوا عارفين رضا شحاتة بقى والستة واحد، وهنفتح مواضيع كبيرة جدا. نتكلم مع رضا شحاتة بعد الفاصل.